بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في إطار الأنشطة الثقافية الموازية لمصر الأدب المغربي وجلالة الإبداع والنقد، نرحب اليوم نحن أساتذة وطلبة هذا المصر بالسيد سفير المملكة المغربية في جنوب قصير وبالأديب الباحث وبالأديب الباحث الأستاذ عبد القادر الشاوي. في الحقيقة أجد نفسي محرجا في تقديم أو تعريف ما من هو معرف، ولكن الضرورة دعت إلى أن نقدم ولو ملخصا موجزا عن الأديب الذي هو موجود معنا اليوم. إن شهرة الأستاذ عبد القادر الشاوي وسمعته العلمية وسيرته الذاتية قد ملأت الآفاق وأصبحت واقعا ملموسا يعرفها كل مهتم بالأدب العربي عامة والأدب المغربي خاصة. نتشرف اليوم باستقبال أحد قامة الأدب المغربي المعاصر الأستاذ الشاوي الباحث والروائي اللامع الذي كتب في مجالات الإبداع والنقد والتنظير وألف عدة كتب جاءت موزعة بين مجالات عديدة تنفتح على رهانات الفكر والأدب وعلى واقع السياسة والسيرة الذاتية، وهذا ليس بعزيز على معتقل سياسي سابق تقاسم مع نخبة من أعلام جيله فكر مرحلة وحلم أمة صاغه بأسلوبه الخاص وجاء معبرا عن تطلعات مجتمع كان ينشد التغيير، ولكن اصطدم بواقع مر جلجل فيه صوت الرصاص وفتح فيه أبواب السجون وسراديب الجلادين وانكسرت فيه أحلام وآمال جيل وشمت ذاكرة بشروخ وجروح لم يمحوها تعاقب الأيام وتقلبات الدهر. وكان الأستاذ الشاوي واحد من أبناء هذا الجيل الذي عبر عن المرحلة عن هذه المرحلة في أغلب كتاباته الإبداعية، وقد صدر للأستاذ الشاوي مجموعة من المقالات الأدبية نشر أغلبها في الصحف والمجلات المغربية، منها مثلا ما نشر في الملحق الثقافي لجريدة العالم والاتحاد الاشتراكي ومجلة أقلام والثقافة الجديدة والجسور والزمان المغربي وأنفاس والآداب ومواقف وغيرها. أصدر الأستاذ الشاوي سنة 1991 مجلة على الأقل، وبعد توقفها أصدر في يونيو 1993 جريدة الموجة. وألف الأستاذ في مجال الإبداع الروائي عددا من الروايات نذكر منها كان وأخواتها سنة 1986، دليل العنفوان سنة 1986، باب تازة 1994، الذات والسيرة الزاوية الإتهامي الوزاني التي سنتحدث عنها اليوم في الرباط من منشورة الموجة كذلك سنة 1996، والساحة الشرفية الرواية التي نشرت بالدار البيضاء في نكة أعتقد 1999، هي التي حاجت على جائزة المغرب للكتاب لسنة 1999، جائزة الإبداع الأدبي في المغرب. وكذلك له دليل المدى عن 2003 ومن قال أنا تخيل ذاتي للرواية في سنة 2006. كما نشر الأستاذ عبد القادر الشاوي مجموعة من الأعمال الفكرية والنقدية نذكر منها سلطة الواقعية سنة 1981، النص العضوي سنة 1982. كما أنجز الأستاذ الشاوي العديد من الأبحاث والدراسات الأدبية والفكرية والسياسية نذكر منها السلفية والوطنية سنة 1985، حزب الاستقلال سنة 1990، اليسار في المغرب منشورات على الأقل سنة 1992، الكتاب والوجود السيرة الذاتية في المغرب سنة عام 2000، الشيطان والزوبعة هذا مهم جدا، القليل العام الثابت المعروف في الصحافة الوطنية الذي نشرت عليه عدة مقالات وتقدم دراسة مهمة في هذا الباب. بالإضافة إلى هذه الأعمال قدم الأستاذ عبد القادر الشاوي إسهامات مهمة في مجال الترجمة، نذكر منها مثلا المغرب والاستعمار لأمير عياش، ترجمه عبد القادر الشاوي لصفات نور الدين السعدي في البيضاء عام 1985، بالإضافة إلى أوضاع المغرب العربي لمجموعة من المؤلفين كان من ضمن المترجمين لهذه الأعمال في سنة 1993. يعد الأستاذ عبد القادر الشاوي من المهتمين بالسيرة الذاتية، وقد هيمن هذا المدى على مسار كتاباته الإبداعية، فالذات بالنسبة له تخيل وواقع في نفس الآن، تعمل الكتاب على السؤال في قضاياها والخوض في خباياها، وهذا الموضوع ربما هو الذي سيكون محور هذا اللقاء الذي ندعو إليه اليوم جميع الطلبة للمشاركة.
وبهذه المناسبة كذلك نرحب بالأستاذ الزميل الأستاذ سيد منصور الذي سيقدم الأستاذ الشاوي وسيدخل معه في حوار وجدل إبداعي وفني كذلك في نفس هذه الأمسية. وبهذا حتى لا أطيل عليكم وأترك الفرصة للأخ الزميل الأستاذ الطالب لكي يتدخل في هذا المحور، ثم بعد ذلك سيرد الأستاذ مع الزميل على القضايا التي طرحت في الموضوع الأول في رواية أو الزاوية نعلم هي التي سيتحدثون فيها مع مجموعة من الطلبات، ثم أعطي الكلمة بعد ذلك للأستاذ الشاوي ليرد على ما سيسمع إليه من هذه التدخلات. فلك الكلمة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية باسم طلبة معسكر الأدب المغربي وجلالة الإبداع والنقد فوزي الأول والثاني، نرحب كثيرا بأستاذ الدكتور أبي طارق الشاوي الذي تجشم عناء المجيء لإسعاد وإسحافنا في هذا اللقاء. بداية سأريد تقديما ثم مجموعة من الأسئلة التي نأمل أن تغني النقاش. بناء على هذا المدخل الذي سنريده وسنحاول التفاعل من خلاله معرفيا مع الأستاذ الدكتور عبد القادر الشاوي من خلال نص مغربي خالص أثار جدلا نقديا وفكريا افترضته طبيعة الخطاب النقدي السائدي مغربيا أيضا في علاقاته الواعية وغير الواعية مع الخطاب النقدي غير المغربي. بداية يجب قراءة النص مجردا من أحكام النقاد، فحضور ضمير الأنا منذ البداية مرتبطا بالذات، ومنه نستنتج أننا في إطار سيرة ذاتية. لكن هل نحن إزاء نص يقصد صاحبه إدماجه في هذا الجنس؟ وأي سيرة ذاتية تلك؟ هل تتمثل الأنموذج الغربية أم ثمة تميزات؟ سؤال آخر يلح علينا علاقة مع النص ونقصد نص الزاوية هو سؤال التجنيس، فالكاتب لم يدرج نصه ضمن أي جنس معين يوجه من خلاله القراءة. ثم هل كاتب السيرة الذاتية مؤول للأحداث والوقائع أم ناقل لها بتذكرها واسترجاعها؟ ثم هل ذكر الأماكن والأحداث والأشخاص يدخل في نطاق الأدب أم التاريخ؟ أو ما هي الحدود الفاصلة بين الخطاب الأدبي والخطاب التاريخي في السيرة الذاتية؟ علاقة بنص الزاوية، هناك أحداث وأشخاص وتاريخ لكن كلها مسخرة لتصب في قيمة اعتبارية واحدة هي الذات المتصوفة، وبالتالي فالصدق قد ينتفي في هذه الحالة لأن ما لا يخدم التصوف ينبغي السكوت عنه بالضرورة. في المقابل هل حضور التصوف حضور تاريخي ينسجم السيرورة التاريخية للمغرب في زمن السرب، أم هو حضور يخضع أيضا لتأويلات الكاتب كي يشتغل في الإطار الذي أراده له الكاتب لبناء شخصية التامل والزين؟ في المقابل هل حضور التصوف تاريخي ينسجم السيرورة التاريخية للمغربي في زمن السرب، أم هو حضور يخضع أيضا لتأويلات الكاتب كي يشتغل في هذا الإطار الذي أراده الكاتب في بناء شخصية التامل والزين؟ في المقابل هل حضور التصوف حضور تاريخي ينسجم والسيرة التاريخية للمغرب في زمن السرب، أم هو حضور يخضع أيضا لتأويلات الكاتب كي يشتغل في الإطار الذي أراده الكاتب له في بناء شخصية التامل والزين؟ ثم سؤال أخير هو
ماذا يشكل الاعتقال لعبد القادر الشاوي الكاتب؟ وهذا سؤال يفرضه الحضور الاستثنائي للشاوي في الساحة الفكرية المغربية بهذه الثنائية الاعتقال والكتابة، وهي ثنائية في تقديرنا ثنائية بقدر ما تحمل في ثناياها الجرح، إلا أنها تشكل تيمة بارزة في سيرة الكتابة. وشكرا. شكرا للطالب على هذه المداخلة وهذه التساؤلات، وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ سي عبد القادر الشاوي لكي يرد على هذه التساؤلات. شكرا سيد الرئيس. أولا وقبل كل شيء على الكلمات الطيبة التي قيلت في حقي، وإن كنت في حقيقة الأمر لا أستحقها كثيرا، أستحقها ولكن ليس كثيرا. سأستحقها أكثر. فالشكر للجهد وللحضور ولجهدي وللاهتمام بطبيعة الحال وللتقدير. وأود كذلك أن أشكر الأستاذ الصديق جالس معنا في هذه القاعة على يمينه، أخي العزيز ناقد روائي المعروف وذو الأثر الأدبي والفكري وربما حتى السياسي البارز، ليس فقط في محيطه ولكن في محيطات أخرى. أنا اللي دخلت الحبس. تفصيل صغير. وكذلك أود أن أشكر باسمي بطبيعة الحال أشكركم جميعا على حضوركم هذه الجلسة، فأنتم من أهل العلم ووجودكم في هذه الأمسية تعبير عن ذلك. في هذا الجانب الذي يأخذ بالاهتمام يعني من ذلك الجانب الثقافي والأدبي والثقافي بشكل عام، والذي يثيرني فيه قبل أن أمر إلى تقديم تحية لأخينا الذي تكلم عن الزوية، الذي يثيرني فيه هو أن موضوع هذا النص الذي يمكن أن نتداول حوله اليوم لم يكن مذكورا على أي نحو قبل ثلاثة عقود من الزمن، ولم يكن له فيما أتصور أي جمهور، لسبب بسيط وأن النص نشر في 42 ولم يمت بموت صاحبه، بل لنقول مات قبله، أهمل إهمالا تاما بطبيعة التداول الثقافي والأدبي والفكري في ذلك الإثبات، وكذلك لأن لموقع تطوان بالنسبة للجسم وخارطة المغرب لما كانت تحت الحماية الإسبانية، مع أن تطوان في ذلك الوقت كانت عاصمة الإسبانيين، العاصمة الثقافية والسياسية للإسبانيين في شمال المملكة. وها نحن اليوم نرى عدد المهتمين في تزايد، وما وجود النص يعني قيد التدريس والدرس بفضل مبادرة أخينا أستاذ محمد المنصور، إلا تعبير عن هذا الاهتمام لنقل المتجدد والمهم والأساسي، وأظن من خلالكم هذا الاهتمام سوف يتضاعف أكثر. أيضا أود أن أقدم شكري وتقديري واعتباري لأخي وصديقي جميع الأساتذة الحاضرين، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل صديق العزيز خالد زكري الموجود بيننا، وأنهي هذا يعني أطلت بعض شيء، أنهي هذا الشكر والتقدير لأخينا الطالب. فالأسئلة المطروحة والتي أرجو أن نتشارك في الجواب عنها تنم عن ليس فقط عن قراءة للنص واهتمام به، ولكن أيضا عن اعتبار للموضوعات المرتبطة بهذا النص كالتصوف والكتابة وداخل المرحلة التاريخية وما إلى ذلك. فهذا يدعو إلى حقيقة يدعو الفرح، وهو أمر في تقدير شخصي مهم. لا أملك الكثير من الأجوبة عن الموضوع المطروح، ولن أدعي تعالما على أي نحو من الأنحاء،
في الجواب عن هذا الموضوع لأسباب كثيرة. ربما سيكون السبب الأساسي أو السبب الأساسي هو أن الوقت بعد بيني وبين هذا النص، فقد اشتغلت عليه في أوائل الثمانينيات بالضبط، اشتغلت عليه اشتغالا لنقل أدبيا ونقديا يعني في سنة 81 82، وكان وأعددت بخلاله في ذلك الوقت أظن كان إجازة الأدب. أنا لم أدرس الأدب منذ البداية، درست الفلسفة لكنني طالب فاشل في الفلسفة، ثم انتقلت فيما بعد إلى الأدب وتيسر لي أن أكون فيه يعني على نحو من البروز مني. فبعدت المرحلة بيني وبين هذا النص، ولكنني أو لكي أقول لكم بأنني ظللت منذ ذلك الوقت مطبوعا بذلك النص. وبودي أن قبل الدخول مباشرة في الجواب أرجو لا أطيل عليكم، أن لي قصة مع هذا النص، فقد قرأته بالضبط في سنة 1966، وكانت القراءة على أو في إثري وعلى إثري زيارة قمنا بها أنا وبعض الأصدقاء، منهم من توفاه الله وآخرين ما زالوا على قيد الحياة، قمنا بها لعميد كلية أصول الدين في ذلك الوقت في مدينة تطوان، ولم يكن ذلك العميد إلا سيدي تنزوزين، رجل عندما دخلنا عليه في الكلية، الكلية كانت تكن عسكرية مع هذا الأصيل، الأصلي كانوا كيعملوه غير في منوالا، ولكن في ذات الفترة بسبب مجهوده الشخصي هو كان من أعلام المدينة وفقهائها ودبائها، يعني كان ساعده أظن وزارة التعليم ونقلوا هذا التعليم الأصيل وحتى كان عسكري، كانت أحسن من الأماكن التي كانوا يدرسوا فيها من قبل. فلما استقبلنا في مكتبه دخلنا على رجل وسيم قد علات البسمة محياة، وما زلت أذكر لحد الآن حمرة شفتيه لأنه كان يعني حسن وصورة أكيد، وكان لبس عليه سلهام فاستقبلنا، وكان شيخا مسنا في ذلك الوقت، استقبلنا ونحن في بداية الشباب، كان عندنا 15-16 عام، استقبلنا استقبال الكبار وحيانا بالطرق المعهودة التي كان فيها من أصول التصوف إلى حد ما في والطريقة الحراقية بشكل خاص، تحية إكبار وإجلال، فكنا له ممتنين وصرنا نحن بشكره يعني كبارا في نظر الكثيرين، وخاصة عندما حكينا الموضوع لأصدقائنا في الثانوية القضائية فالكل كان ينظر إلينا نظرة الإكبار، لأن الشيخ تيمي الزاني استقبلنا وأعطانا نسخة، أعطانا نسخة واحدة من زبد، قال لنا قرأوا هذا الكتاب إن كنتم لذلك فاعلوا، وفعلا قرأناه. المرحوم حسن صبيب بن صباح توفي، ودرس برهون الآن محامي في القابضة، وعبد ربي أنا قرأته بذلك، ولكن لم نفهم منه شيئا كثيرا، وإن كنت أنا شخصيا في ذلك الوقت قد انتسبت يعني انتسابا أوليا لجمعية كانت تسمى قبل هذه الفترة، هذه كانت جمعية كانت تسمى الرابطة المحمدية للأمداح النبوية، وانتسبت إليها بالصدفة لأن ابن رئيس الرابطة كان معنا في القسم التلميذ، وأبوه كان موسيقيا وكان أستاذ للموسيقى، فدخلنا من خلال الموسيقى إلى الرابطة، وكان دورنا في الرابطة هو أن نصاحب الجوق ونردد بعض الأشياء التي كنا نحفظها عن ظهر قلب بفضل الأستاذ بوليشيت رمضان الله ورحمته، وهذا ولد الأمين ما زال على قيد الحياة، وهذه الرابطة يمكن استمرت. فمن خلال الرابطة كانت هذه لنقول هذه العلاقة مع التامل الوزاني والزاوية الأخيرة. لماذا أقول كل هذا الأمر؟ لأن النص عودتي إلى نص الزاوية ربما كانت عودة أو كان بطريقة لاواعية في إبانه، يعني في فترة أوائل الثمانينيات كان بطريقة لاواعية،
إذ حضر النص بتلقاء نفسه ولم يكن موجوداً عندنا ذلك الوقت. فأصررت من خلال عائلتي وبعض الأصدقاء على شراء ذلك النص إن كان موجوداً أو استعارته إن كان لدى مالك ما مالك الكتب أو البحث عنه بأي طريقة. ففعلاً جاء بالكتاب ولم يكن الكتاب الذي اشتغلت عليه لم يكن له غلاف. أنا كان كتاب طبعة 42 ولم يعاد طبعه إلا في 2003 أو 2004 وعيد طبعه محققا. والطبعة الأولى في الكثير من الأخطاء لأنه طبع في مطبعات بتطوان دون اسمها مطبعة كريماديس، وكان طبع في ذلك الوقت كانت بالصندوق الحروف وربما بقية الكتاب من أخطاء الشيء الكثير. فكان من الطبيعي أن تكون القراءة مختلفة يعني فيما يشبه تحقيق النص، وهو نص لم يكن غلاف. فكان البحث الثاني هو البحث عن الغلاف لأنني كنت معني أيضا بمعرفتي كيف هو غلافه في تلك الطبعة الأولى، ماشي غير النص نصها ولكن كيف كان غلافه، وتوفقت إلى ذلك على كل حال. فعاد النص بطريقة لا واعية وحضرة واشتغلت عليه، وربما كان هذا الاشتغال في أساسي انصرافي إلى الاهتمام بالسيرة الذاتية عموما في المغرب التي في ذلك الوقت لم تكن خلينا نقول فنا مطروقا أو حتى معترفا به أو يحظى بالاهتمام إلا على نحو جزئي. وفي هذه التداعيات يمكن أن أشير أيضا إلى أن الزاوية لم تقع الإشارة إليه على الأقل في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات إلا لماما، فقد أشار وأنا ذكرت ذلك، فقد أشار إلى هذا الكتاب الأستاذ محمد عبد الباسط حيني في جلالة العالم، وكأن الناس اكتشفوه من جديد فعلا. وصحيبي أعجب بالكتاب لأنه قرأه وكتب عنه أشياء صغيرة عمود كله إطراء وكله بالكتاب، وفعلا يستحق ذلك. ثم تفرغ لبحثه بحثا شعريا لنقول الأستاذ الناقد المعروف أستاذ أجاب السي أحمد اليابوني، الأمر الذي شجعني أكثر على بحث الموضوع والاهتمام به. فقلت هذه ربما تكون خلينا نديروا به شي طريق، وكذلك كان. وأظن أن الاهتمام بالموضوع في مرحلته كان ضروريا وأساسيا، ليس فقط من باب استعادة تاريخ أدبي أو تاريخ نص أو أهميته، بل أيضا يعني اهتمام متجدد بصاحبه أيضا بالعالم الفت تامر الوزاني الذي فعلا مثل حالة استثنائية ليس فقط في تطوان ولكن أظن على الصعيد المغربي عامة، رغم أنه مغموض الجانب أو الكثير من الناس لا يعلمون عن حياته إلا شيء قليل وعن ضوئه أو عن علمه إلا شيء قليل. حضور ضمير الأنا لابد أولا وقبل كل شيء في تقدير الشخصي من تحديد ما المقصود أولا بالسيرة الذاتية حتى يكون حضور الأنا فيها حضورا بارزا أو طاغيا ويصبح هذا الحضور يعني مؤشرا على جنس أدبي معين اللي هو السيرة الذاتية. أظن هذا موضوع أنتم اللي تقرأوا في الكلية ستعلمون أنه موضوع إشكالي، اللي كنقول أشنا هي السيرة الذاتية موضوع إشكالي دائما يعني لأسباب كثيرة. السبب الكبير هو أن السيرة الذاتية لم يكن لها تعريف إجناسي محدد في التاريخ الأدبي حتى الأوروبي منه. ثانيا أن الاهتمام بالسيرة الذاتية والمحاولة الأولى لتقعيد هذا الجنس جاءت في مراحل متأخرة، يمكن بدأت في إنجلترا وأساسا في فرنسا منذ بداية السبعينيات، ولم يتقاعد المفهوم كجنس أدبي إلا فيما بعد على يد البعض ولكن بصورة أساسية على يد فيليب لوجان. والمسألة الثالثة أن
الجنس الادبي نفسه صله ذاتيه لارتباطها الافتراضي بالذات كانت دائما جنسا لنقول محقرا الى حد ما. ساشرح ذلك. من المعلوم ان في مجال الروايه سيرفانتيس مثلا لما كتب دون كيخوطي سماها، انا كنظن كتبها بالصدفه وعملت واحد الكشكول ديال واحد المصايب فيها كل شيء، وسماها ملحمه نثريه. بزاف الناس ما عرفوش علاش ملحمه نثريه. لسبب بسيط هو انه تقسيم الافلاطوني الارسطو الكلاسيكي القديم كان يقسم هذا الى الشعر الغنائي والمسرحي والملحمي، ما كانش النظر. فهو من اللي جمع فيها واحد العداد من الهداء يعني المغامرات والبطولات وكشكول ما نسميتو له، قال هذه ما يمكن تكون الا ملحمه نثريه لانه لم يكتبها شعرا. وكذلك كان، ولذلك في عرف بعض النقاد اعتبرت سيرفانتيس اللي الاوروبيين عاده ما يؤرخون بها لظهور الروايه الحديثه الى اخره، اعتبرت جنس ادبي لا اجناسي لانه ما عندوش قواعد. ذاك الساعات ما كانش قواعد، والقواعد المفترضه واخا يعني كاين ناس كتبوا في الجنس قبل سيرفانتيس، ولكن القواعد التي افترضت للجنس كانت من انشاء الذين ساهموا في الكتابه فيه فيما بعد ثم تقاعد. انا كنظن هذه الصوره العامه. كذلك وقع للسيرات الذاتيه اللي لم تكن هناك قواعد متعارف عليها، وان كان عندما يهتم الباحث بمعرفه ماذا او ما قيل ما الذي قيل في تعريف السيره الذاتيه غادي يلقى واحد عشرات التفسيرات. ما كنديروش على العالم العربي، غادي نجيو فيما بعد واحد العداد من التفسيرات. مثلا هناك من عرف السيره الذاتيه بانها سيره للذات، وملي كنديروا السميه ديالها بالفرنسيه اوتو بيوغرافي، اوتو هي الذات، بيو هي الحياه، غرافي هي الكتابه. دونك هذا حتى هو تعريف. وهكذا حتى جاء فيليب لوجون وابتدع تعريفا واخر، ولكن فيليب لوجون ابتدع تعريفا شعريا وسماها حكايه نثريه، ما كنتش عاقل على التعريف، حكايه نثريه ارجاعيه الى اخره، تكتب على قيد الحياه ماشي بعد الوفاه، لان سيره ذاتيه يكتبها صاحبها واذا مات صافي ما كتبقاش سيره ذاتيه. والاهتمام الجوهري فيها هو بتاريخ الانا، تاريخ الانا في امتداداته وابعاده المختلفه، يعني من صبا وطفوله وعلاقات وتربيه وتكوين وتخيل الى واحد العدد من المصادر. وهكذا اصبحت السيره الذاتيه يعني موضوع للكتابة وكذلك ومن قبل وكذلك موضوع للدراسة، مع الاهتمام بالموضوع الأساسي بالنسبة لفيليب لوجون. فيليب لوجون فاش بغى يدير هذا التعريف وفاش بغى يهتم بالسيرة الذاتية مشى، راه يمكن 67 68 كيمشي للمكتبة الوطنية الفرنسية وكيقلب في الكتب المرتبطة بهذا الجنس، كيقلب فيها وذاكر هذه القضية في الكتب، كيتكلم على هذا الضناء وهذا البحث الجاد اللي كيمشي للكتاب الوطني وكيشوف النصوص القديمه. هذا سانتو غوستان وبقى جايب النصوص كيجمعها الى اخره، واظن انها صالحت بالنسبه له متنا لدراسه المفهوم ديال السيره الذاتيه، وبذلك اصدر كتابا معروف يمكن صدره في 71 سميتو لوتوبيوغرافي اون فرانس، يعني السيره الذاتيه في فرنسا. وانا ساتاثر فيما بعد بحال اللي قاعد لنا بحال اللي كيوقع لنا كما غالبا دائما، بعد 30 سنه غادي نتاثر بهذه القضيه وغادي نذكرها على مسامعكم. ف وضع السيره الذاتيه تقعيد الجنس الادبي اصبحت له شرعيه، غادي نقول شرعيه ادبيه يعني في المجال الثقافي العام، مع انه كتبت نصوص قبل تعريف فيليب لوجون هو بنى التعريف ديالو على النصوص السابقه، ولكن مع ذلك صار هذا التعريف يعني بمقدار ما صار تعريفا تقعيديا اجناسيا، بمقدار ما صار اشكاليا كذلك، لانه صارت السيره الذاتيه ماشي روايه، صارت السيره الذاتيه ماشي سيره، وصارت السيرة الذاتية ماشي نصوص أخرى غيرها. وهذا الأمر جعل الحدود بين السيرة الذاتية والجنس الأدبية الأخرى تنمعي، لأنه في الدوجون
كي لمح لهذه القضيه انه ممكن السيره الذاتيه تضمن يعني تخيل بين قوسين روائي، وهذا الشيء هذا هو تدعو له يعني شيء قريب من الجنس اللي هو اوتو فيكسيون تخيل ذاتي الى اخره. كما انه السيره الذاتيه يمكن تضمن مستويات واوضاع اخرى، ولكن الاهم قبل هذا وذاك انه لا يمكن بفضل هذا التجنيس وبفضل هذا التصور لا يمكن ان نضع السيره الذاتيه في مصافي مثلا الصدق. يعني نقول على صعيد المجتمع الصدق او الكذب او هذا كي السيره الذاتيه تؤرخ للفرد او تؤرخ للانا او للمجتمع كما كان الامر عليه في التعريفات الكلاسيكيه المرتبطه بالسيره الذاتيه والتي كانت تعتبرها سيرا محايثه للاوضاع القائمه في اكلنا شخصيه ام اجتماعيه او سياسيه. يعني فيها كنقراو كلشي ملي كنشوفوا شي واحد كتب لنا السيره الذاتيه كنمشيو نقلبوا بحال مثلا احمد امين الرجل اللي كيتكلم عن السوق كيدز هذه وعنده العمامه وفي مجال العلاقات العاطفيه كيشوف الى اخره وكيذكر المجتمع ديالو والصراعات اللي كانت. ولكن فيليب لوجور في حقيقه الامر لو قرا السيره ديال احمد امين كان السؤال ديالو الجوهر الاساسي غادي يقول هل حقا ما يذكره احمد امين هو بالفعل ما عاشه من الناحيه الواقعيه والاجتماعيه والسياسيه والثقافيه ام انه شيء اخر؟ في الظاهره على صعيد النص راه كيتكلم عن القاهره وحياته جا والازهار وكل شيء، ولكن هل الازهار في السيره الذاتيه هو الازهار المعروف في مصر؟ هل عاطفه الحبيه عاطفه احمد امين في علاقه باجنبيه كانت تنظر اليه وهو كيحاول يحيد ذكر الظل الازهري هي العلاقه الحقيقيه او الشعور الحقيقي الحبي الذي كان لاحمد امين، ام ان الكتابه في النظام اللغوي له مشتركات وكيفرض افتراضات؟ غادي يجاوب هذا الموضوع. وبالتالي فمساله الانا في السيره الذاتيه موضوع، ولكنه موضوع يمكن نقول عليه انا شخصيا بانه موضوع مفترض. ملي كنتكلم على عبد القادر الشاوي ويمكن عبد القادر الشاوي ديال النص ماشي ديال يعني يمكن نقول بانه حقيقه هو عبد القادر الشاوي مبتدع. انا كنعطي المثال نفسي وكما لو انه مبتدع نصي مبتدع اي يرتبط بالوجود في نصه ماشي بواقعه او حياته. لاعتبارات مختلفه يمكن التدليل على كل نقطه فيها يعني تدليلا حقيقيا. ولذلك فعندما اعتبر فيليب لوجور بان السيره الذاتيه موضوعها الاساس وهو تاريخ الانا كان يرمي الى القول بأن تاريخ الأنا هو تاريخ التطور الفردي يكاد يكون المستهام المفكر فيه. علاش؟ لأنه ربطوا جوج الحوايج، ربطوا زمن الكتابة ملي كنكون كنكتب. نعطي مثال بنفسي، أنا مثلا كتبت السيرة الذاتية ديالي في 80، فأنا كنكتب من 1980 مثلا، ولكن ربطه أيضا بالعودة الذهنية والفكرية للمرحلة، لأنه كيتكلم تاريخ الأنا كيتكلم فيه من النهار اللي كاين الناس محمد عبد الجاب لا عبد الكريم غلاب محمد عبد الجاب الدري الله يرحمه كيتكلم على يعني في السيرة الذاتية ديالو كيتكلم على السيرة الذاتية ديالو وكيسمع الصوت ملي كان كيغوت ملي كان كيصرخ في بطن أمه وكيقول ملي كان عنده سنة وهو مازال يحبو وكان هل من معقول أن يستذكر الشخص وهو ابن السنة أو الشهور يعني ذكريات عن تلك المرحلة؟ أنا أظن مستحيل. إذا كتعرفوا شي واحد كيعقل على راسه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة غادي يخلفوا بها القاعدة، ولكن كذلك الآن وغلاب عنده نفس الشيء، غلاب عبد الكريم غلاب وهكذا. معناه أنه في هذه الحالة الجبري اللي كيتكلم على هو يصنع تاريخ الأنا ماشي بالضرورة صادقا كاذب، لا، يصنع خيال، يصنع واقعة متخيلة، يصنع يمكن ترميز، يصنع فكرة، ولكنها فكرة مرتبطة بهذاك النص اللي كتقراها. ما يمكنش تسالي النص وتمشي عند عبد الجبري يقول واش سي عبد واش أنت كتذكر شنو غادي يقول لك يمكن يقول لك لا أنا ما كنتذكرش ولكن أنا أديب أو مؤرخ أو فيلسوف وش عقلي ندير داك الشيء. وقعت لي أمبرتو إيكو كيدير لي بوستيش الى اخره في بانديول دو فوتو
هو عنده عادة كيكتب الروايات ديالو، هذه الرواية، ولكن كيدير الهوامش على الكتابة. نشر الرواية، والرواية ما قريتهاش ولكن فيها فصل، قريتها اللي فصليش، فيها فصل في واحد المكان معين اللي أمبرتو أوكو كان إيكو كان كيمشي لهذاك المكان كيتردد عليه لمدة شهور، كيعرف الشمس إمتى كتغيب وفي الصيف وفي الربيع وكذا إلى آخر ذاك الأيام، ودرس طوبوغرافية المكان. في الرواية استعمل داك الشيء ولكن ضاف ليه واحد عنصر، خلينا نسميه التشويق، اللي هو شعلة تما النار ذاك المكان. من بين الرسائل اللي جاتو كيقول واحد القارئ، قال له شوف أنا هذاك الوصف هذاك المكان، أنا كنت هذاك النهار تما، ما كانش النهار، ما شفنا حتى أنا. قال له فعلا الشمس كانت ربعة، أنت كتقول في الساعة الرابعة الشمس كتغرب، ولكن هنا النار ما شفناها. بغيت نقول لك بطريقة أخرى أن النص الأدبي له مشترطات وله قواعد ويكتب على هذا الأساس. فالعودة إلى الماضي ماشي عودة، خلينا نقول ماشي عودة بريئة، مثلا نتكلم عن أنا، ماشي عودة بريئة، هي عودة من زمني وحاضري الكتابة نفسها. وهذه العودة من حاضري وزمن الكتابة تتم أولا بطريقة دينية فكرية ودينية، وثانيا من خلال الذهاب والإياب على صعيد اللغة. كنتكلموا على اللغة العربية لكن جميع اللغات، اللغة العربية نظام لغوي ديالها فيها التركيب وفيها النحو وفيها الصرف، ملي كتقول كان عند معنى وملي كتقول يكون يعني كتصرف، والتركيبة ديالها الفعل سابق على الاسم وهكذا. فملي كتقول طلعت الشمس مثلا، هذا غير مثال، يمكن تكون هي طلعت الشمس ولكن يمكن تكون ماشي بالضروره هي الشمس الموجوده في سمائي، يمكن يكون هذا تعبير ادبي. انا اعطيت مثال سيء ولكن هذا تعبير ادبي. فالنظام اللغوي نفسه يفرض ويشترط على الكاتب او المبدع او المؤلف اشتراطات خاصه، ماشي هي نفس الاشتراطات التي تشترط على المصور. مثلا المصور غادي ياخذ لك واحد الصوره كانت بالالوان ولا بالابيض والاسود، حتى هي فيها ترميزات ويمكن تقرا قراءات مختلفه قراءه الصوره، ولكن الملامح العامة موجودة. غادي يكون واحد شخص واقف مع واحد الكلب مثلا، أو داير واحد الشابو إلى، بينما في الكتابة إذا بغى الواحد يوصف شخص مع كلب وداير شابو خصو ما هي ولا النهار، خصو واحد العدد الحوايج. وملي غادي نقراو داك الشيء كل واحد يمكن يقرا بطريقة خاصة، يمكن يبان لك هذاك الكلب يمكن نتساءل أنا داك الساعة الكلب هذا سميتو، هذا خينا اللي وقف مع الكلب ما قاليناش سميتو، هذا سؤال، واش هذاك الكلب فعلا يطابق الكلب اللي موجود في الصوره، خاصه اذا كان ملون وفيه شنقاطي او شحال حركة، واش الى اخره كثير من الاشياء. فانا اظن النظام اللغوي عنده مشترطات، ويفرض على كل اديب ومؤلف في هذا المجال اشتراطات خاصه يجب بحثها ودراستها. ولذلك فالانا في السيره الذاتيه هو انا ولكنه لغوي، لغوي بامتياز، لانه يبرز في السيرة الذاتية من خلال الصور المنتجة حوله، سواء كانت تتعلق الأمر بالطفولة أو بالصبا أو بالعلاقات، هذا هو الأنا. وما يمكنش هذاك الأنا النصي نطبقوه تمام المطابقة مع أنا واقعي، لأنه غادي يلقى واحد عدد المشاكل اللي ما كت ماشي من نفس ال. أنا هذا تقديري، هكذا أفهم السيرة الذاتية. و في ارتباط مع ذلك مسألة قلية فيما بعد أن هذا الكاتب كذاب أو صادق، مسألة ثانوية، ما عندها الأدب كذب كله وصدق كله، هذه اعتبارات أخلاقية ما عندهاش علاقة بالأدب. ولو كانت هذه الاعتبارات الأخلاقية يعني قواعد تصلح للحكم على الأدب لما كان هناك أدب، أو على الأقل لما كان هناك أدب حقيقي بحق، يعني أدب رصين وممتع، لما كان هناك أدب رصين وممتع. بالتالي يجب القطع مع هذا التصور، هو في نهاية الأمر تصور ما قبل النص الأدبي، وفي هذه الحالة ما قبل السيرة الذاتية. كتكون عندنا كيسمي في الجن المعرفة الثقافية والواقعية، كنعرفوا مثلا محمد أنصار أستاذ بن مسيح، عفوا في إسماعيل، و المهم شفناه جالس واحد القهوه عنده كتوبه، واحد النوع من المعرفه الثقافيه، وهذه المعرفه الثقافيه الواقعيه العامه هي اللي كنبداو نحكموها، كنقولوا هذا هو الجبري، هذا ماشي الجبري،
جابري ما قالش هذه القضيه، هنا كذب، هنا قال يعني كتدخل في واحد مجال اخر مختلف تماما عن مجال الادب ومختلف تماما عن مجال السيره الذاتيه. واخطر من ذلك انه من خلال دخول هذا العالم اللي هو ماشي مرتبط بالجنس الادبي السير الذاتي انه تترتب عليه يعني احكام قيمه واحكام اخلاقيه ويمكن ترتب عليه اشياء اخرى. وحقيقة اشياء اخرى ترتبت حتى عن الروايه، كثير من الروائيين تعرضوا ماشي الاهانات فقط ولكن العنف في اجسادهم وفيهم روائيين مغاربه وخلاص المشاهير كثار يعني المشاهير كثار منذ القرن 18 يعني بسبب الموضوع او بسبب الاشتباه اللي كيكون عند واحد القارئ هذاك الاخر ديالو كيكون عند واحد القارئ معين وكيتصور بانه هذاك الروايه او هذاك السيره الذاتيه راهي هي صاحبنا. وفي السيره الذاتيه كثير من الناس كثير من الكتاب كيذكروا وقائع مختلفه. محمد عز الدين تازي عنده روايه ماشي سيره ذاتيه ولكن فيها ملامح من السيره الذاتيه بالمعنى هذا الذي نحبه. تكلم عن نادي لمقهى في طنجه وصاحب هذا النادي المقهى قرصور من نهار اللي قالوا له راه محمد عز الدين تازي راه تكلم عليك بسوء هو علق في النار في سميتو عليه وهدد بانه هذاك عز الدين تازي الى وصلت النار غادي تقمن. عز الدين تازي يمكن كان متزوج من اصيله واصبح اصيله محرمه عليه بسبب نادي المقهى لانه اشتبه في انه راه كيتكلم عليه. واكثر من ذلك انا شاهدنا حتى من ناحيه الواقع شاهدنا لقاءات ادبيه الناس كيشتبهوا في المحاضرين يعني كيمارسوا اشياء اللي احيانا كتكون خارجه عن العقل. ذات مره هادشي كله حكايات اللي بغينا نعطيوها بالطبع في محاضره سيده كانت تتعقب مثلا احمد بوزفور الاستاذ احمد بوزفور تتعقبه في كل مجال وكان طالبه عنده وما عنده بها حتى شي علاقه نهائيا ولكن هي كانت تشتبه في انه هو ضدها هو اللي خرج على مصيرها مع انه ما كانش ما خرج على مصيرها له قرا واحد الفتره الادب الجاهلي في الرباط مشى بحالو. ففي كل مكان كان صرف الفلوس وفي ما سمعت احمد بوزفور قالت ماشي كانت تشد الكار وتزيد وغا كيسالي الاجتماع كتنطيقه يا هذا انا كنصور في هذه الحاله لو كان الواحد عنده قوه كان يدير افعال اخرى تنتج عن اشتباه عن تاويل خرافي لنصوص لمواقف لتصورات. هذا لا يعني انه يمكن الكاتب تقصر ولا ما تقصرش ولكن انا اظن في افق انتظار في افق القراءه يجب ان يتحلى القارئ على الاقل ماشي ماشي بالوعي يعني يدرك بانه الشيء الذي يقراه في مجال الادب هو نص من النصوص ويمكن الى غير الكتاب غادي يغير العالم الذي قراه قبل قليل. اذا كان عنده جوج روايات غادي تنتقل من النص للنص الثاني والامور عاديه. اما تاخذ هذا النص على اساس انه هو الواقع فهذا قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه وفي امثله كثيره قلت حتى على الصعيد العالمي ومن المغاربه حتى الكتاب. بناء عليه هل يمكن افتراض بان سيره ذاتيه كتتكلم على التاريخ مواقع احداث يمكن مواقع احداث التصورات يمكن اعتماد تلك المواقع او الخطابات يمكن نسميها خطابات موازيه هل يمكن اعتمادها اساسا للتاريخ مثلا او كذا؟ انا في تقديري الشخصي لو كان الجواب في كلمه واحده لقلت لا ولكن الجواب من ناحيه يدخل فيما سلف ذكره من تفسير السيره الذاتيه ويدخل في موضوع اخر، موضوع اخر هو ان التاريخ هو فن او علم قائم بذاته وتاريخ والتاريخ للاحداث هو يعتمد ويتوسل بوسائل معينه للوصول الى ما يعتبره حدثا او حقيقه تاريخيه او لا، يعني واحد المجال مختلف تماما. فيه بالنسبه لواحد الوثيقه، فيه البحث المبني عن كذا، فيه اصفار، فيه مراجع قديمه وحديثه، مقابلات، لواحد العدد من الناس مثلا، ولا يمكن ان تقوم واقعه تاريخيه يعني كشاهد الا اذا كانت مسنده. ما يمكنش نجيب لك انا راه طاح السطور ديال كذا، يكون تاريخ خرافي.
ولكن اذا واحد يتكلم على سقوط ما عرفش سوري الى اخره غادي اكيد غادي يرجع الاشياء اللي غادي يستعمل وسائل خاصه بالبحث. السيره الذاتيه ماشي هي هذه السيره الذاتيه، يمكن تستعمل كل شيء، ولكن انا في التقدير الشخصي اعتماد ما تستعمله السيره الذاتيه من وقائع واحداث وتصورات في مجالات غير مجال السيره الذاتيه والنص الادبي قد يكون فيه خطوره على اعطيكم مثال. المثال الذي احضرني للروائي المصري صنع الله ابراهيم وصديقه الذي لا اذكر اسمه، صنع ابراهيم معروف انه تعتقل في مصر ايام جمال عبد الناصر في بدايه الستينيات وقضى 5 سنين مع يعني الشيوعيين في تلك المرحله، وخرج من السجن 66 ولم يكتب. طبعا خرج هو اول روايه نشرت له تلك الرائحه وفيها واحد الوضعي وكذا وبعد الروايه ديالو مشات، ولكن لم يكتب عن تجربه السجن ومشاهد السجن الا هذه واحد يمكن 7 سنين، وبدا ما عرفتش شنو الاعتبارات بنشر تلك المذكرات في جريده الاهرام اظن او ما بقيتش عاقل. بمجرد ما ان شرع في نشر تلك كيتكلم عن ديك الفقره 65 وصاروا كنا في الزنزانه وما عندهم دائما، هو كيتكلم على واحد قائد شيوعي تروتسكي كان شهدي عطيه الشافعي في الروايه ديالو مذكور بزاف، وهذا شهدي عطيه الشافعي عذب امامهم وقتل يعني وهم يجرونه في فصنع الله ابراهيم بدا كيتكلم بعد 40 سنه بدا كيتكلم على هذا الموضوع يعني ما وقع في السجن الى اخره، وناض واحد خينا وتصدى به كيقول له انت راك تخمز راه هادشي ما كانش وكتقول شهدي كانوا كيجروا شهدي ما جروش راه نسلوه عنه راسو. المهم دخل معاه في صراع، شكون هذا اللي دخل معاه في صراع؟ هو صاحبه كان عارف الزنزانه صديقه حتى هو كيكتب ولكن ماشي مشهور بحسن الله ابراهيم، يعني خرج له لكي يسفه كل ما قاله عن تلك المرحله. سؤالي لماذا؟ يجب ان هل نفترض بان صنع الله ابراهيم كان يذكر حقيقه ما؟ كان يذكر وقائع تاريخيه ثابته ونهائيه؟ كان الا كنا كنقولوا ذاك الشيء يعني من جهه هو قبل ما ينشر ذاك الشيء كان خص ربما يقول لنا ان راه كنأرخ لواحد المرحله ونقول له شنو الادوات ديالك والوسائل ديالك مزيان انت تكتب نص ادبي، فهو ما كانش ملزم باش يعني نحتاج حاجه يعني كاين مشاهد قاتل عنده، ولكن هذيك المشاهد شكون هذا؟ هو ما القراءه ماشي كتفرض عليك دير واحد التحقيق في هذاك المشهد اللي تكلم صنع الله ابراهيم اللي جرو ولا ما جروش، لا يعني هو نص ربما نص ممتع هذا هو الاقل ولا اكثر. كان صاحبه جدله في ذلك عنده تصور اخر عن الموضوع، هو افترض بان صنع الله ابراهيم يكتب بتاريخ يكتب تاريخ الاعتقال السياسي في مصر ودخل معه في الجدل، علما بان تاريخ الاعتقال السياسي في مصر في جوانبه الكثيره مكتوب، كتب واحد عدد من السياسيين والاقدام العاليه واحد منهم الى اخره كتبوه، ولكن شوف كيفاش الاشتباه والتاويل كيف يمكن ان يؤدي ونتج عن هذا الصراع انه لا ما كذبتي وما قلتي وطلعتي وخطبتي وجرتي وجرتي، نتج عن يعني خصومه يعني تافه. انا اتصور لو كان هذوك جوج الناس عاود جمعهم من جديد في زنزانه كان واحد فيهم غادي يسلم على الاخر حسب القوه. فانا اظن الاحداث التاريخيه وهذا خطا وقع فيه ايضا المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مع هيئه الانصاف والمصالحه، انا كانوا قد طلبوا مني ان اكتب مقدمه للرابور فينال القرار النهائي لانه في 6 ديال الاجزاء، وعلى اساس ان تكون هذاك المقدمه هي حوصله للكتابات الادبيه التي اهتمت بالاعتقاد السياسي يعني بحال شي ملحق. ثم انا شرطي الوحيد ان اتكلم في هذا الموضوع كما قلت، قال لك لا هذاك راه جزء من حنا غادي نحاولوا نديروه بحال شي تقرير اضافي لانه كيذكر احداث ديال الواقع، فلان بفلان قال عذبوه وفلان ضربوه وفلان جرو من راسه وفلان ما عرف شنو على رجلو وكذا وكذا، وهذه كلها واقع اوكي صحيح، ولكن هذه انا كنعتبرها في نهايه الامر مع الكثير من ربما من الظن وقائع ادبيه اكثر منها وهي استرجاعات لذكريات مضى عليها زمن معين. هاد الناس دابا اللي كيتكلموا عندنا واحد الانتاج وثائقي مهم واساسي كشهاده او كغيره راه مضى عليه تقريبا 25 سنه، ودليلي على هذا البعد التاريخي
والتناقضات المرتبطه بالطابع التاريخي، وانه عندنا اكثر من تقريبا 60 نص، وكل واحد كيفاش كيروي داك الشيء. خلي الناس ديال العسكر مرزوقين تزمرزوق، ولكن الناس ديال المدى السياسيين هادو اللي كانوا مرتين، راه كل واحد كيفاش كيروي داك الشيء. ايوا اش من كتاب غادي نعتمدوه كحقيقه تاريخ ك في الرابور ديال غادي نديرو كتقرير في الرابور ديال مصر؟ اش من نص كان اخواتها العريس كل يلا شاف يمكن الاستئناس، الاستئناس الادبي، يمكن الاستئناس الادبي للتعبير عن وحشيه القمع، عن المعاناه، عن الالم، عن الظلم، عن كذا، عن حرقه الوجود في مؤسسه، في دائره مغلقه، عن يعني ممكن من الممكن تماما الاستئناس بذلك، وانا اعتبرهم من استئناس ضروري ومهم، لأنه يغني الشعور ويوقظ الواعي ويملأ لو وجدان كثير من القراء حتى بالدمع. كثير من الناس يقولوا لي قرينا كان أخوته كينا، حتى أنا نفسي من اللي كنت كنكتبها كنت نبكي، ولكن أنا حاولت نبين فيها نفسها قبل غيري بأنه شوف هذاك أنا اللي كنشوفها هكا كنشوف أنا الأمور، يعني هي يعني رؤيتي الخاصة ليست تأليخا لمسار معتقلين أو تجربة سياسية أو غيرها، لأنه نفترض في هذه الحالة أنه أنا بالمقياس لهذه المرحلة رجعي، فغادي يكون التأليخ ديال هذه المرحلة تأليخ رجعي مروي، ونفترض بأنه أنا تقدمي كذلك غادي يكون، وهذا تار كثير من المشاكل. لكي أنهي هذا الموضوع، تجاني كتب عمر بريشة كان هو من حزب الشورى والاستقلال، ويقول بانه عذب وكذا، اكثر من داك الشيء كيقول بانه المرحوم علي الفاسي زار هذاك كان في تطوى هذاك هذاك بحال المكان ديال التعذيب بحال المعتقل، كيقول بانه هو شاف او شي وحدين شافوا زعيم علي الفاسي في ذاك المرحله ديال المنتمون او دخل او كذا الى اخره، ولكن كاين ناس اللي خذوا هذيك حجه على انه على الفاس انه كل ما تم هناك تم باراده استقلاليه، ومفهوم انه الذين قالوا من ذلك هم خصوم، انا في تقديري هم خصوم لحزب الاستقلال، وربما خصوم لعدل الفاسي او لغيره، لكن هذا لا يعني انه هذاك المعتقل ما ماشي موجود، ضربه شو معروفه، والاشياء اللي كانت فيه حسب ما رواها تجاني يمكن معروفه بالنسبه لهم، يعني عناها، ولكن لا اقل ولا اكثر. الى بغينا نعرفوا شنو ضرب بالشخص عاوتاني ندير وسائل اخرى. فالوقائع التاريخيه لها مجالها، ولا يمكن للسيره الذاتيه الا ان تعرضها من باب الاستئناس، اما اعتمادها كاطر معرفيه للتاريخ فاظن سيكون فيه الكثير من الظلم لمفهوم التاريخ ولدور المؤرخ في البحث عن الحقيقة التاريخية، وسيكون فيه ظلم مضاعف لكاتب السيرة الذاتية، لأنه في الوقت اللي خصنا نعطيو أهمية للتخيل ديالو، يعني الخيال ديالو ربما والصور اللي أنتج والعودة المستهامة للماضي وخلق لنا واحد العالم كاينينش واش الصادق ولا كاذب، ولكن يمكن جميل ومهم او طلعني فيه على وقائع معينه، بدل ما نعطيو اهميه لهذا الجانب هذا كنعطيو اهميه لاشياء اللي يعني موجوده في سياق الكتابه ولا نستطيع التاكد منها على اي نحو من النحو. لا يجب ان ننسى بان السيره الذاتيه هي كلام فيها لنقول كلام في التصوف، انه هذا كتاب عفوا الزاويه، ان الزاويه كتاب لتاريخ الاشراف الحباقيين، هو صاحب التابلو الزاني هكا سماه هو، كان نيته يؤرخ للاشراف الحباقيين في تطوان، ربما ما نظنش كان في دماغه السيره الذاتيه كنقولوا كجزء، رغم انه التابلو الزاني نشروا في 42 كتبوا بواحد عامين قبل ولا عام ونشروا، ففي دماغه هو كان باغي يدير تاريخ الاشراف الحباقيين بمدينه تطوان، وبدا هذا التاريخ في 1913، دابا انا كنحكي لكم غير من الذاكره، 1913 دخول الاسبان مع والدرقاويين معاون الدرقاوي
كان مصاحبا لهذا الدخول. والمعلوم ان الزريقة في تطوان كان لها اثر كبير يعني في المدينه، ولا زالت قائمه لحد الان. كانت الزوايا المهمه في وهما يعني من شاذليين اظن، فرع من فروع الشاذليين. والدليل الثالث على انه كان باغي يدير تاريخ، اما تاريخ شفوي اسمه، انه كان عنده جزء ثاني، والجزء الثاني موجود. ولكن ما الذي حصل للجزء الثاني؟ هو انه كان موجود عند الخواص ويمكن حتى في المكتبه العامه في تطوان، فسرقت منه الكثير من الفصول. هذا فصل متعلق بأسرة مثلا بن نونة الطيور، وهذا فصل متعلق بأسرة أخرى. الرجل كان احنا ولينا في نفس المشكل، بما ان هذاك الكتاب كان عند الخواص ولم ينشر الجزء الثاني. الشخص الذي الناقد المعي الذي اهتم بموضوع ابراهيم الخطيب له نظرات في هذا الموضوع، وكنا قد شاركنا الى جانب ثلاثة من الباحثين في مدينة تطوان حول هذا الموضوع بالذات، حول الزاوية ما متذكرش هذه واحد 10 سنين وكذا، وكان هذا الموضوع حاضر بجميع التفاصيل المرتبطة فيه، فذكرت هذه الأشياء وهي معروفة على كل حال أنه الجزء الثاني سرقت من النور، فهو كان في تاريخ الإصرار في الحرش. وكان التميم الوزاني يريد من خلال التاريخ لإصرار في الحرقيين أن يتكلم عن تجربته الصوفية في إطار الزاوية الحرقية، وهي زاوية متميزة جدا في مدينة تطوان، وأبرز ما تميزت به حتى بالنسبة للتميم الوزاني هو الغناء، طرب الغناء. كانت الزاوية تشتهر بذلك عن باقي الزوايا الأخرى. فطلع هذاك النص بهذه الطريقة. كيف هذه الطريقة؟ فيه الذات، فيه شي شوية ديال التاريخ ديال الأشراف الحراقيين، فيه التصوف، أنا يعني كنتكلم عن السو والويرد كيفاش إلى آخره، وفيه الحكايات، حكايات مختلفة. هذا الجزائري، هذا صانع الحداد، هذا الدخول في إسبانيا، مجموعة من الحكايات. وأنا أظن من يقرأ النص الآن لابد ان يضعه في هذه في هذا ان يراه نصا كشكوليا جامعا، ولكن السمه البارزه هو ان كل ذلك يحكى من خلال اناس، من خلال ذاتيه الكاتب، من خلال رؤيته، من خلال تصوره، يعني شماع شخصه المرتبط بانا. والتصوف بالذات تاني مزالك يتكلم بأنه هو جاليه يمكن أحيانا بطريقة الصدفة، جاليه عن طريق واحد فيه اسمه كحاب صديق طفولة، وكي يستغرب الواحد كيفاش أنه تاني مزالك كان باغي يدير تاريخ الأسرة، هو كيحكي لي حكاية جميلة لطيفة وخرجوه مع الكحاح واحد عدد. لماذا؟ وهنا أربط النص بصاحبه بمعنى من المعاني دون أن يكون هذا الرابط يعني نهائي. تامر الوزاني كان شخصية متميزة، كثير من الناس لا يعرفون تامر الوزاني وهو من هو. تامر الوزاني حسب كل ما ذكر عنه وما ترك، أولا كان مؤلف يعني كثير من المؤلفات في كل شيء، وكان صحفي لامع، وكان تبعه الشاردة والوالدة كي يتقن كل شيء، ولكن هو اشتهر بشخصه. الرجل كان وسيم، وكان كيلبس لباس الاوروبي ولباس التقليدي، حتى انه ما عرفش فين شفتها وقريتها، ولكن تكلمت عليها، شفت واحد اسباني قلت هذا المسيح. وجهه يعني كان كيعطي كيخلي مع مراحل لاحقه مع الشيب ديالو. الرجل كان وسيم وكان وعنده صور كثيره بالكومبلي وداك الشيء ومرتو معاه، وكان كيمشي للسينما. هذا الشيء كنتكلموا على الثلاثينيات من القرن الماضي. كنساو دائما بان احنا لازلنا لحد الان نعيش طفوله تاريخيه بكر، ما عندناش الحديث، ما عندناش بحال 60 سنه. انا كنتكلم على شي واحد في 30 كيدير هذه المصايب هذه كلها، كيمشي للسينما وكيخرج، ورجل تقول ديالو فقهي وعالم وكذا، يعني كانت حاجه وفي ارتباط مع الوطنيين، لانه كانت المرحله والباراديغم يعني كانت مرحله مختلفه، يعني في نهوضها وفي سقوطها كانت مرحله مختلفه، والاشخاص ايضا كانوا مختلفين، لا في الذائقه ولا في التصور الاخري. وارتباطه ايضا بالاسبان، وتطوان ايامها كانت هي عاصمه او اصبحت هي العاصمه الثقافيه والسياسيه للحمايه الاسبانيه، كان له اثر كبير في تكوينه وفي تكوين ذائقته بشكل عام. فانا كنتصور بانه هذاك الشخص هو اللي كان خصو يكتب الزبر، ماشي مثلا عبد الخالق طريس، لان هذاك سياسي وخرج ليا قلب، ماشي بن نونة لانه كان تاجر ومصلح، هو اللي كان متأدب
هو الرجل اللي كي عنده قلم وكيوضع، هو الشخص المنفتح، هو الشخص المرتبط بسياقات يعني كلها كانت كتغلي عموما بالحركه. فهو الرجل الذي كان منظورا لكتابه نص مختلف. انا كنذكر بسيرفانتيس، ما تنساوش واحد القضيه، انه اول من حاول ترجمه سيرفانتيس الى العربيه ودار فيها 50 كتيب صغير هو تاني الوزن. هو تاني الوزن ماشي شي واحد اخر، ما كانش واحد اخر. الترجمه العربيه المعتمده من الشرق، نسيت مترجم الاسلام فيلسوف، ولكن ترجم بدوي، ولكن الترجمه المغربيه التي لم تطبع ابدا هي ترجمه تاني الوزن. كيف ترجمها وعلاش وكذا، أنا كنظن المرحلة أوجبت على ذلك الرجل بما هو عليه من تفتح وعلم ونظرة إلى آخره أن يكون السباق إلى ترقي واحد النوع من غادي نسميوه، غادي نجيو جينا حنا من بعد 30 سنة 40 سنة 50 سنة سمينا السيرة الذاتية. وهو يمكن ما كانش، ما نظنش غادي يكون فكر في الأمر لأنه لم يكن مطروحا من الأمر، ولكن أظن الذي يمكن أن نتمسك به في نهاية الأمر أنه نص ممتاز، نص جيد، يمكن خصو بعض النقاحات، ولكن هو في حد ذاته نص جميل ممتاز ويستحق كل عناية واهتمام، وفي تعبير عام عن دائقة مرحلة، عن تصورات كانت سائدة في مرحلة، عن سيرورة اجتماعية وفكرية وإنسانية ديال مرحلة معينة. وهادشي اللي عندي. باقي واحد السؤال شخصي حول الاعتقال، ماذا يشكل الاعتقال بالنسبة للكاتب؟ لو قلت الجواب في كلمة واحدة، لو قلت ماذا يشكل بالنسبة لي الاعتقال؟ هو الاعتقال. ولكن لو أراد الإنسان أن، دائما كنمر في نفس الحلقة ديال السيرة الذاتية، لو أردت أن أتكلم عن الاعتقال فسأتكلم عنه أيضا. هو شوف الاعتقال كاين واحد الحاجة خص واحد يحددها، أنا بالنسبة لي في المنطلق هو أنه حنا كنا بشعوري وأوهامي وتصوراتي مرحلة من المراحل بالنسبة للجميع، بالنسبة للمراحل ديالهم، كنا أنا مثلا مع زملاء مع رفاقي كنا مناضلين سياسيين في تنظيم سري، لأن حتى شي واحد ما كان كيعترف المنظمة يسارية أنه يكون عندها وجود شرعي بحد دابا، مستحيل تماما. حتى الأحزاب اللي كانت كتسمى وطنية ديمقراطية تاريخية ما كانش ما كاينش، جات حالة الاستثناء 65 وهي تحش كل شيء، عندنا الفاسي كان ممكن يضحي به. وعلى كل حال كاين زعماء وطنيين دخلوهم السجون فيما بعد بسبب قضايا أخرى، عبد الرحيم بعبيد ما علينا. والأحزاب هذه اللي كتسمى فهمتوا عليها لأنها قالت لا إما للاستفتاء أو للدستور كذا، ما قطع حيد هذا وخلاها في الهامش، بدات كتهتم شويه بالثقافه وبقات احزاب يعني، ولكن ما كانش عندها حضور سياسي لانه ما كانش مجال شرعي ديمقراطي يعني ماشي يسمح يحقق للوجود الحزبي ان يعطي حقه في الوجود، لانه شوف مصمم ديمقراطي انه يكون عند حزب موجود او احزاب موجوده كتمارس بطريقه عاديه. كان في المعارضة ولا في الموالات ماشي هذا المشكل، ولكن هو الوجود الطبيعي في إطار الديمقراطية. ما كانش ديمقراطية فحنا درنا منظمة سرية، ماشي المغاربة كلهم داروهم، ماشي الطليعة كلها دارتها، ماشي اللي كانوا في الجامعة كلهم داروها، ولكن واحد الفئة من الناس بحال دابا كاين اختيارات متعددة. ذاك ساعات كان مقامع معمم، التشغيل معمم، حتى شي حاجة ما شادة، الناس فكرنا جميعا انه نديروا احزاب سياسيه ودرنا جوج منظمات من بعد ولا ثلاثه شدوا دخلنا الحبس. علاش كنقول هذه القضيه؟ كنروي انه حنا كنا جزء من المشهد وافترضنا لانفسنا دورا في ذلك المشهد، وحنا على شيء من الوعي، ما نقولش الوعي التام، على شيء من الوعي بانه حنا نقوم بكذا، حنا نناضل وكذا وكنديروا خليه وعندنا مشروع وغادي نطيحوا الملكيه وغادي طبعا ونبنيو الجمهوريه الديمقراطيه الشعبيه الى اخره. هذا مشروع كون داك الشيء ما بقاش او بقى، هذا ماشي هذا
فاعتقادنا جاء في هذا هو استكمال لحلقات القمع وغياب الديمقراطية على صعيد المجتمع وغياب الشرعية. عندنا فاسي ما تنساوش كان كيطالب بالمشروعية بعد 65 من اللي حسن الثاني لغى البرلمان، عندنا فاسي شغل الشغل وعبدة المشروعية رمان داكو معك تنترجع المشروعية، المشروعية ما رجعتش حتى الانتخابات البلدية ديال 76 وجات الانتخابات الشرعية 77 وجات مرحلة أخرى الديمقراطية بتقسيطها مسلسل ديمقراطي إلى آخره. فاحنا اذا جزء من استكمال مسلسل يعني نقولوا نسميوه القضاء على المعارضه ايا كان شكل المعارضه اكانت علنيه ام سريه. فجانب من الوعي ومسؤوليه هذا الوعي في المواجهه موجوده. خلينا من الكلام ديال الضحايا وكلام، انا مثلا ماشي ضحيه، ضحية لغياب الديمقراطية، ولكن ضحية خاصة تفهم بالمعنى ديال أنه ما كاينش ديمقراطية. فتاريخ الاعتقال تاريخ شائك، والآن فيه كثير من الأوهام، كثير من الناس ما كيرضاوش يقولوا بأنه ما كانوا مناضلين وأنه قاوموا وكذا وكذا. طبعاً تغلبنا لأنه الآلة القمعية والإرهابية وكذا كانت أقوى من بالنسبة لك، ماشي إحنا اللي تغلبنا، تغلبوا ناس أخرين. وكان ضروري أنه تكون مراحل أخرى لاحقة ويرجع شوية للأمان والوعي والناس عاوتاني تفكر وكونوا على يقين، كونوا على يقين بأنه الظاهرة المعممة في تلك المرحلة خاصة على صعيد الجامعة بسبب نضالية ساعات كان الاتحاد الوطني في المغرب، بسبب هذه النضالية كانت المعارضة شيء تلقائي، وفي المجال الثقافي كانت ماشي بالضرورة تكون في الحزب ديال الاتحاد الوطني القوات الشعبية أو حزب بي بي إس أو استقلال باش تكون مثقف كتنتقد ومعارض. لا بزاف الاغلبيه تماما. انا كنذكر مؤتمر 73 ديال الاتحاد في المغرب ايامها، ناض شخص كان منتمي للاتحاد الوطني للقوات الشعبيه ولا وزير الانباء عبد القادر الصحراوي توفي، وحنا في المؤتمر ويقول لا على الكتاب اللي بعثوا بقيه الى صاحب الجلاله، شنو انتم الكتاب هنا مجموعين في مدرسه محمد الخامس ساليتوا لعندكم خصنا نرفع بقيه صاحب الجلاله. صدقوني القاعة كلها أنا كنظن صورة تلقائية رفضت، ولكن حتى واحد ما تجرأ يقول شي حاجة من الخوف مثلا. فعبد الفاسي كان في جالس، فعبد الفاسي قال لا ونظر كان المكان نظر المكان ثاني، أنا حاضر نظر المكان ثاني، حنا كلنا مشينا تبعناه، كلنا بقاو قسما عظما قالوا في القاعة يمكن ستة ناس أنا كنعرفهم كلهم من كنتوفا وعبد القادر الصحراوي وحيد الدين المشرفي، كلهم كانوا ناس خدامين في وزارة الأنباء وكانوا مرتبطين نقولوا بالدولة ارتباط مباشر أو بوزارة الأنباء فقط، والباقي كلهم وكتعرفوا أنه مثل ذلك كان أصعب لأنه جات من بعد أحداث سياسية في مغرب وعزة ومغرب وعفا، وبعض المثقفين طهدوا في تشاليهم وعقولهم منهم مصطفى القشاوي مثلا المرحوم استاذ الفلسفه توفي من سلمي فوت الى اخره، كلهم هذو كانوا مسجونين خمسه الناس او سته يعني بسبب انتقام. ف اسمحوا لي كان هناك وعي بالمقاومه وهناك غلبه بسبب غياب الحرية والديمقراطية والشرعية في الفضاء العمومي، وطبعا ما تلا ذلك كانت مكابدة كل واحد كيفاش كيبدا، شوف ديك تدخل ملي كل فوا كتدخل للسجن افترض كل شيء، خصك تفترض كل شيء، أكنت سياسي أو ديال الحق العام كيقولوا لي الحق العام، خصك ملي تدخل الحبس تفترض كل شيء، علاش؟ لأنه التعريف ديال المؤسسة هي بطبيعتها مؤسسة قمعية كتجردك من كل شيء، مع أنه من الناحية القانونية لا، ملي كنحكم عليك كنجردك من الحرية، ولكن ما كنمنعوش من تمارس التجارة وتمارس إذا كان متزوج علاقة زوجية، ما كنحرموكش من هذه القضية، كنحرموك من الحرية لأنه كانت أساس فعل معين. خطورة السجون في المغرب لأسباب مختلفة أنها تجردك من إنسانيتك، مش فقط من لباسك وحريتك،
تجري كان من الانسان كنت سياسي ولا ماشي سياسي كان خرج الحيوان وهذاك ولي داك كتشوفوا على الظواهر المساجد ديال الحق العام ساكن كلهم مضروبين بالزيزوار كلهم مضروبين بالزيزوار علاش لانه كيطلب كاشه كاشه كنحيت احيانا بعض ممكن يكونوا ملي خصو كذا ممكن كذا الى اخره وكيوليو ينتقموا من المراسم السياسيين ما قالوش في هذه القضيه ولكن انتقمنا في وسائل اخرى احيانا بالكتابه احيانا بالفضح احيانا بالاضراب عن الطعام احيانا بدعم الخارج يعني انتقمنا باشكال اخرى ولكن المؤسسه في التعريف النهائي هي مؤسسه قمعيه ارهابيه لا تشق على الانسان ولا تقيم له بالا وهدفها الاني والبعيد والسابق هو تكسير جميع اشكال المقاومه والقضاء المغرب على شعور الانسان بانسانيته وحدته. ولكل واحد منكم ان يؤول الامر ويفسره بطريقه اللي احنا نشوف انا دائما والله العظيم اكاد ابكي معنا ناس انتحروا ما تمشوش غير الجانب ديال البطوله وهذو الناس ما كتبوا العفو ما يقولوا المناضلين اشداء معنا ناس خرجوا حتى واحد من تلافيهم معنا ناس حمقوا يعني يختلوا عقلين ما مشيش الواحد غلط بزاف دونك الا بان واحد او جوج وهذا سفير وهذا الضباط الامور ماشي دائما هكذا السيف هو السيف وفي تجربتنا واخا حنا كنا سياسيين راه كثير من الضحايا بدون وهم انه لا احنا انا شخصيا هذا تقديري انه لا احنا نضلنا في سبيل الشعب لا يا اخي ماشي هو هذا الاعتبار نظرتي بهذه مسؤوليتك نظرتي من اجل الشعب طبيعي مزيان ولكن واش الشعب خصو يخلص الضريبه حيت نظرتي من اجله كان اعتقاد لا ماشي بالضروره يعني اولا انت عندك اقتناع حقيقي بانه هذا النظام هذا الهدف منه وكثير من الناس الان كيقولوا لا الديمقراطيه احنا كنا كنظنوا من اجل الديمقراطيه ابدا وهذا لا يعني بانه ما كانوش الناس ديمقراطيين لا البنية اللي احنا كنا محكومين بها بحال اي بنية اخرى كانت بنية مغلقة ديال المركزية الديمقراطية لانه احنا الهدف ديالنا كنا صغار وكبار كان هو بناء جمهورية ديمقراطية شعبية قائمة على تنظيم مركزي كان عنده الفعالية عنده فعاليته ولكن كنا كنعتبروا الديمقراطية مفهوم برجوازي كون الان الديمقراطيه عندها واحد البعد انساني وكوني في اساس الكثير من العلاقات والتعريفات ديالها ولات كتمشي ديال فصل السلطات والى اخره مزيان مهم وانا مقتنع بهذه القضيه واساسيه من الزاويه لانه كتسمح به احنا كنا بيكون عندنا يا ريت كان عندنا احنا هذه الديمقراطيه في البلاد لانه غتسمح لنا على الاقل نشوفوا بعضياتنا ونعرفوا الحدود اللي كيخدم فيها كل واحد ونمارسوا كلام نقولوا كلام بلا ما يضربك ولا يديك الحبس وتخرج الى اخره ولكن احنا في دار الهبال كان المنطق الفكري المرتبط بعقيده ايديولوجيه عقيده ساميه كان هو المركزيه الديمقراطيه ومنطلقه من اسس وتنظيرات مناضلين توريين معروفين ومشهورين وعلى راسهم لينين والى اخره فتحولنا الى الدفاع عن الديمقراطيه هذا سيرورا منطقية كنعتبرها أنا. أمريكا اللاتينية بعد مراحل الدكتاتوريات الآن كتعيش انتقال ديمقراطي، شعوب بكاملها. وعلى الصعيد الأوروبي. مسألة منطقية لأن الديمقراطية الآن هي اللي تحقق القدر الكافي نسبياً للجميع في فضاء متعارف عليه، إما من خلال الكونسنسوس يعني كنديروا التوافق أو من خلال حقوق مرعية مرتبطة بالمؤسسات والفضاء فضاء الافراد النساء والرجال والمساواه الى اخره هذه مهمه جدا هذه مرحله انتقال هذه مرحله تاريخيه اساسيه خصنا نعيشها بكامل ولكن احنا في السابق كان عندنا تصور اخر كما انه ماشي الماركسيين لا 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 كثير من الفئات السياسيه عندها عقائد وهذيك العقائد يعني عيشتها في اطر مغلقه وكان عماد تلك الاطر من الناحيه الفكريه هو المطلق مفهوم المطلق انه يا اما بيض يا اما كحل بيض مزيان وكحل راه كحل ما كاينش الوان الديمقراطيه هي الالوان شكرا استاذ فاضل على هذه المداخله القيمه ربما
أنها جالت بنا في عدد من المواضيع والقضايا من السردية إلى الديمقراطية. فلنا كثير من القضايا ربما سأفتح باب النقاش بعد أن أعطي الكلمة للأستاذ الزميل الصديق الأستاذ محمد المنصور لكي يتدخل في موضوع كتاب ذاكرة للأستاذ القاضي الشاوي. فليتفضل. مشكور. مساء الخير. طبعا حتى يلتقط سيد القدر الأنفاس و نخلق شروط حوار مفتوح ومتنوع مع سيد القدر. أريد أن أحدثكم بعجالة عن كتاب ذاكرة الصادر أخيرا عن منشورات فينيك تحت عنوان فرعي تأملات فكرية. الحقيقة أنني رغم أنني أتتبع كل ما يكتب سيد القدر حكم العلاقة الشخصية والثقافية إلى غير ذلك، فقد فاجأني هذا الكتاب. فاجأني، لم يحدثني عنه من قبل، فاجأني بإصداره واعتبرته هدية سارة استمتعت به كثيرا للأسباب التي سأريد بعضها الآن. طبعا أنا كتبت ورقة ولكن فضل نرتجل. من أهم ما ورد في هذا الكتاب مدام الحديث ساقنا إلى السجن كلام تالي: السجن حول تحرري نحو ذاتي بعد أن كان موجها نحو واقعي، وهذا التحول كان له أثر مباشر على اهتماماتي الفكرية من حيث اختيار الموضوعات والتركيز على أخرى أو انتقاؤها من منطلق التأمل بالقصد البحث وتركيز النظر في شؤونها ومحتوياتها. من الأشياء الأساسية التي يؤكد عليها كتاب ذاكرة وهو أن السجن بالنسبة لي جلبت على القدر هو أفق للحرية. وأفق للحرية فصول هذا الكتاب هي 10. هنالك مقدمة أو تقديم يحمل عنوان الوجود والمعايشة. الفصل الأول الكتابة تجربة. الفصل الثاني الطريق إلى الصدارة الأدبية. الفصل الثالث شهرة المنع. الفصل الرابع فاتحة البنيوية. الفصل الخامس المستقبل الماضي أو العكس. الفصل السادس من الأمة إلى الطبقة. الفصل السابع الحلم وتجربة الغبار. الفصل الثامن الذات والسيرة. الفصل التاسع الشيطان والزوبعة. الفصل العاشر فلسطين في القلب، ثم كلمة أخيرة تحت عنوان المصادفة والكتابة. أنا أعتقد أن هذا الكتاب قد احترع القدر في تجليسه قبل أن يضع له عنوان تأملات فكرية، لأنه ليس مجرد تأملات فكرية. من يتتبع مسار القدر يجد أنه هو الجيل تاعو نموذج المثقف المناضل المنخرط في الصراع السياسي أو الإيديولوجي أو الاجتماعي، وفي نفس الوقت المشارك في مجال الكتاب. بمعنى أنك لكي تكتب هذا الكتاب ينبغي أن يكون لك مساران، مسار ديال العقل ومسار ديال الجسد. فالعقل هو الذي ترتب عنه الكتابة الأدبية والنقدية والفكرية والأكاديمية إلى غير ذلك، والجسد هو الذي ترتب عنه الدخول إلى السجن و يعني الاختبار أو الامتحان في واحد المستوى. أنا أعتقد أن الناظم بين المحطات الثقافية التي تحدث عنها القدر، الناظم في هذا المسار
يمكن أن نرصده على مستويين. نحن أمام جيل ما بعد الاستقلال الذي وجد نفسه أمام واقع جديد ومختلف تماماً عن تجربة الاستعمار. مجتمع ناشئ بدون بنيات، بدون وضوح في المسار. فإذا كل ما اختبره هذا الجيل شكل عناوين لتشكل المغرب الجديد. هذا الكتاب يؤرخ للتطورات والتحولات التي عرفها المغرب على مستوى مجموعة المحطات من خلال عقل وجسد جيل معين. فعندما يتحدث عن كنا وأخواتها فنحن نجد في قراءته لهذه التجربة يسلط الضوء على تقاطعات عديدة يتدخل فيها الأدبي والسياسي والنفسي إلى غير ذلك. لا يمكن أن تفهم شهرة المنع بالنسبة لكنا وأخواتها إلا إذا استوعبت المحطات التاريخية التي أفرزت هذا النوع من الكتابة. عندما يتحدث عن تعاطيه كناقد مع البنيوية فهو أيضا يسلط الضوء على مسارات معرفية أدت إلى فتح هذا المستوى. عندما نجد القادر الشريف يؤلف كتابا كاملا عن حزب الاستقلال، أنت لا تستطيع أن تفهم ما علاقة هذا الأديب بكتاب عن حزب الاستقلال إلا إذا يعني واكبت معه الأضواء التي يسلطها على مسار تشكلنا من الخطاب. لأن مفهوم المثقف كما يقال في السبعينات المثقف العضوي أو المثقف التعبوي كما يسميه هو كان موسوعيا وكان منخرطا، ولم يكن هذا المفهوم الضيق للمثقف أو الكاتب المتخصص أو الضيق. أنت لا تستطيع أن تفهم لماذا كتب كتاب تجربة الحلم والغبار كمراجعة أو نقد سابق لأوانيه لتجربة اليسار، واحد المرحلة كانت حساسة ومن الصعب الحديث في هذا الموضوع. ولا تستطيع أن تفهم أيضا كيف انخرط في قضية ثابت من موقعه كصحفي، لأنه القدر كان دخل الجامعة باش يقرأ الفلسفة، شوية ولا أستاذ ديال الأدب العربي، شوية دخل الاعتقال، خرج من الاعتقال، مارس الصحافة. من موقع الصحفي المتتبع كتاب الشيطان والزوبعة أيضا لا تستطيع أن تفهم هذا النوع من الانشغال أو السؤال إلا إذا تتبعتها. وفلسطين كما عاشها جيل السبعينيات مع أنفاس إلى غير ذلك. بالنسبة إلي الخيط الناظر في هذا الكتاب وهو أنه بقدر ما يؤرخ لتطور وعي الشخص بقدر ما يؤرخ لتشكل المؤسسة الأدبية الحديثة في المغرب، أو ما يسميه خالد الزكري في كتابته الحقل الأدبي. جميع المحطات التي مر منها عقل وجسد عبد القادر هي محطات المنعطفات التي أدت إلى تشكل هذه المؤسسة، وقد انتهى إلى نتيجة غريبة من أغرب النتائج، وهي أن لكي تصير كاتبا في بلد مثل المغرب يتعين في نهاية المطاف أن تخضع لمبدأ يسمى مبدأ الصدفة. لأن رغم كل هذه المنجزات التي يقدمها الكتاب كل هذه المحطات، ففي نهاية المطاف نكتشف أن ما تحكم في صناعة هذا المسار هو الصدفة. يقول في أساس توجهي نحو الكتابة وفي ميل إليها أصلا لما كانت تمثله بالعربية في هذه الحالة من الإغراق، لا ما يمكن تسميته اعتباطا بالصدفة، أي ما لا يمكن إدراكه منطقا وتقديرا من العوامل الذاتية والموضوعية التي تؤثر في الوجود الشخصي بمختلف عوامل التأثير المرئية وغير المرئية. أي الصدفة هي التي كانت في أساس توجهي نحو الكتابة. باش تولي كاتب في المغرب ماشي حتمية تاريخية أو نتيجة طبيعية أو منطقية، كنخص واحد المجموعة ديال العوامل كتدخل كلها كيحكم واحد القانون ضمني نتاع الصدفة يؤدي بك إلى أن تصير كاتبا. ومعنى أن ظهور الكاتب بهذه الصدفة المفترضة لم يكن استعدادا يدعمه التوجه ولا قرارا يسنده الاختيار، بل معناه كما هو الحال في تجارب كثيرين في تلك المرحلة
أن تتوفر له كفرد وكمسار عوامل استثنائية قد تكون مرتبطة بالنباهة أو بالدور العائلي أو بأثر من وسط اجتماعي معين إلى آخره لكي يبرز بروزا حقيقيا يستدعي الانتباه. فإذا كتاب الذاكرة ليس سيرة ذاتية وليس سيرة ذهنية وليس يعني نقد شيء من نقد. تتخلل تأملات فكرية وحكايات تكشف كواليس تأليف مجموعة من الكتب والظروف والسياقات التي أدت إليها، ولكن سنكتشف مع قراءة الكتاب أن مفهوم الكاتب الذي تبلور في هذا المسار لم يكن ذلك الكاتب اللي كيمشي للقهوة كيقول وأنا دابا هذا النهار شنو غادي ندير؟ واش نكتب شي كتاب على تاريخ الزرافة في شمال أفريقيا؟ شي نزعة يعني إرادوية ولا شيء. ما من كتاب إلا وأملته شروط موضوعية وظروف ومسار ونوع من الحتميات التاريخية، لأن المفهوم القائم الآن نتاع الباحث هذا مفهوم طارئ، شبه طارئ في المجتمع المغربي. نحن نتحدث عن نهاية الستينيات وبداية السبعينيات عندما كان السياسي يتداخل مع الثقافي، ونتحدث عندما كانت الحركة الوطنية لا تزال تبسط نفوذها على الأقل من خلال الإشعاع نتاع رموزها وأعلامها، ونتحدث عن مجتمع تقليدي إرث وثيقة التاريخ فيه ضارد، ونتحدث عن مجتمع محكوم بنظام مخزني واحد المفهوم قصري إلى آخره، ونتحدث عن بلد المدرسة فيه والتعليم خاضعة للقرار السياسي والإرادة السياسية وما عندهاش شيء أخر، ونتحدث عن بلد بدون بنية ثقافية حاضنة للفعل الثقافي، ونتحدث عن بلد فيه تجاذب والاضطراب والاستقرار إلى آخره. كيف يشق الكاتب طريقه وسط هذه الزوامع وهذه هذا المد والجزر؟ طبعا هذا الطريق ليس واضحا أو مرسوما، ولكن الكتاب من خلال العملية التجميعية التي يقوم بها يعطينا صيرورة ذات في تاريخ، وهذه الذات عندها خلفية طبقية وخلفية جيلية وخلفية نفسية وخلفية فكرية وعقلية وسير ذاتية إلى غير ذلك، بمعنى نوع من الجدلية ما بين الخاص والعام، ونكتشف من خلاله نكتشف من خلاله مسيرة تشكل المغرب الحديث من خلال أبنائه، من خلال الطليعة، من خلال هو لا يحكم بالصواب أو الخطأ، لم يكتب هذا الكتاب لكي يقول قد انتصرت أو انهزمت، بل يقوم بنوع من المسافة ونوع من الرصد لمعطيات وحقائق ويكشف معطيات لا نعرفها في بعض الأحيان عن محطات معينة، ولكنه يعني أنا أعتقد أنه امتلك شجاعة كبيرة، لأن النوع من التأليف يحتاج إلى شجاعة أخلاقية وأدبية كبيرة لكي يكتب بنوع من المسافة ويحاول أن ينظر إلى هذا المسار بنوع من التباعد، نوع من المرآة، ولكن المرآة التي ماشي المرآة النرجسية. وقد انتهى من ضمن نتائج لأننا قريته مرة وأعيد قراءته، حيث من الصعب القول أن الكتاب يستنفذ في قراءة واحدة، من النتائج الهامة التي أريد أن أقولها لكم خصوصا الكتاب، وهو أن رغم كل هذه التجاذبات التي خضعت لها هذه الذات، رغم كل هذه التقاطعات، فقد نجحت في الحفاظ على حريتها واستقلاليتها. آخر صفحة يقول: ويجوز لي أن أعترف أنني طوال العقود الماضية لم أحد عن القيم التي كانت في أساس الانطلاق والاستمرار والتحول كذلك، وأعتقد أن من طبيعة تلك القيم هي في علاقة بالكتابة من جهة، ثم في علاقة من جهة أخرى بالقضايا المطروحة، أن تتبدى في أسلوب المعالجة كمواقف متعارضة مع الوضع القائم على مختلف مستويات وجوده،
علما بطبيعه الحال ان الواقع المغربي كذا ما رايناه على صعيد بنيه اقتصاديه والسياسيه يضع في الحقيقه كل مهتم بالعمل العام بصرف النظر عن انتمائه لهذه المنظومه الفكريه والايديولوجيه او تلك في تعارض واضح مع التوجهات الرسميه ذات مضمون طبقي المسؤول عن واقع التخلف الذي ترصف فيه فئات عريضه من الشعب المغربي. بمعنى انك لكي تكون مثقفا وكاتبا حقيقيا في المغرب لا يمكنك الا تكون في تعارض مع التوجهات الرسميه مهما في مادتك الدور باش تكون مثقف او كاتب بهذا المعنى الذي يتمخر عن ذلك. وافترض ان القول بخلخله القيم او الاوضاع من قبل الافراد او الجماعات سواء عن طريق الكتابه او باشكال اخرى من اشكال المعارضه هو احد مقومات الوعي النقدي. الوعي النقدي ان الصفه الاساسيه لهويه هذا الكاتب هي الوعي النقدي الذي يمكن ان يتسلح به كل سعي او طامح لاحداث التغيير المنشود في المجتمع في افق بناء ديمقراطيه حقيقيه وتوزيع عادل للثروات الوطنيه واستتباب الامن وللرفاهيه وسوى ذلك. اختصر يعني هذا الكينونه التي تتشكل منذ المدرسه او منذ الطفوله ثم الجامعه فالتنظيم السري او الانتماء الحزبي ثم الاعتقال في السجن ثم الصحافه ثم هذه الكينونه التي تتشكل في نهايه المطاف تجد ان الثابت البنيوي عندها هو هذا الوعي النقدي الذي لا يمكن الا ان يكون متعارضا. ما معنى متعارضا؟ اي مستقلا وحرا. لذلك قلت ان السجن كان بالنسبه الى القدر وجيل القدر كان مدخلا للحريه لانهم اعادوا بناء ادواتهم في تجربه السجن، اعادوا مراجعه اقتناعات ديالهم ومعتقدات ديالهم وخرجوا من تجربه السجن ووصلوا كل حسب سميتو. كان الثمن باهظ، كانت المغامره غير مضمونه العواقب، فيها ضحايا فيها خسائر الى غير ذلك، ولكن ربح منها المغرب، ربح منها امثال عبد القادر. لان الان باش تفهموا انتم العلاقه المباشره اللي عندكم بهذا الشيء، مثلا انتم كاملين قبل لا يجي عبد القادر حتى كل ما جاش قريتوا الزاويه وما عارفينش كاع الحكايه ديال الزاويه منين جايه، جات ونزلت عندكم في المقرر. يعني الصيروره التاريخيه لا يمكن رصدوها، يعني وانتم سمعتوا الحكايه ديال لا يتعلق الامر بكتاب الزاويه، يتعلق الامر منظومه قيم غاديه بهذا الشكل. هكا كيتشكل المجتمع وهكا كيتشكل الوعي. حنا نتحدث بما في مكناس على الزاويه، تيتوان كيتكلموا على شيء حاجه اخرى، هي مسيره وافق لبناء الذات المغربيه من موقع هذا الوعي النقدي، من موقع هذا الانخراط الذي كما لاحظتم لا يمكن ان نفصل فيه لا بين الادب ولا التاريخ ولا السياسه. اذا اقف عند هذا الحد واعطي الكلمه للسيد الرئيس على اساس ان يكون النقاش مفتوح، لان اظن سعد القادر سيكون سعيدا اذا امطرتموه باسئله وقعدت تفاعل. شكرا. شكرا للاستاذ فاضل الصديق السي محمد المنصور. الان اعطي الكلمه للقاعه كي يتدخلوا بعض الاسئله للاستاذ الشاوي على اساس ان يكون السؤال لا تكون هناك محاضره على محاضره، يعني يكون السؤال مركزا. فابدا بالبدايه بالاستاذ السي خالد زكري. نعم الزوق مصطفى حميد. نعم سمير عبد الرحمن ابو النور. حميد بن بوسلام. بن بوسلام. خالد بن صابر. نعم خالد بن نعم نعم نعيم توريا سديك ولد نعيم توريا مخصصة. نعم محجوب. نعم مصطفى. نعم عندنا غدرة طالبة واحدة شي طالبات ولا نديرو شوية ديال التنويع. ها
لا بيجي ياك واخا نعم اذا نبدا بكس شي بلاد ما كاينش واخا السي خالد يمكن ربما عطيك اذا ما كتسمعونيش اذا انا اعطي الكلمه للاستاذ خالد زكري في البدايه وليتفضل مشكور اولا ولا تتغلطنا اجل لك اولا اشكر الصديق العزيز القاضي الشاوي الذي تفضل بتقديم مفهوم دقيق ومكثف للكتابة السير ذاتية فبالنسبة للطلبة أعتبر هذا التقديم عبارة عن ملخص دقيق وأتمنى أنهم يكونوا خذوا لي نوت لأن هذا التقديم كان جد مكثف وفي نفس الوقت كيعطي واحد الفكرة عامة على كيفاش كتابة السير الذاتية كذاب والصيروغة ديال الكتابة السير الذاتية من ناحية ثانية باغي نطرح سؤال حول الزاوية ديال تهاني الوزاني تهاني الوزاني في هذا الكتاب يبين الصيرورة التاريخية لذاته في علاقته مع الروحانيات عموما نسميها هكذا فيقول في مرحلة معينة أنه التحق بالزاوية أولا لأنها كانت في تقليد ديال المنطقة لكن انتقل لمرحلة اختيارية وهذه هي اللي مهمة بالنسبة لي يعني ذاك الاختيار تحدث عن صيرورة ذاتية في كتابة الزاوية لكن في نفس الوقت وهذا ربما اختلاف مع الكتابة السير ذاتية الغربية رغم أن الاعترافات ديال les confessions pas de Rousseau mais les confessions d'Yel Augustin Saint Augustin Tridis Augustin ربما كانت كذلك روحانية لكن في سياق آخر ألا يمكن أن نعتبر أن الكتابة الذاتية أو السير الذاتية لدى التهاني الوزاني هي كتابة الذات الروحانية وليست كتابة الذات الاجتماعية يعني لم يتحدث عن هويته الاجتماعية بقدر ما تحدث عن هويته الروحانية وعن صيرورته الروحانية وبالتالي نمر من كتابة سير ذاتية إلى كتابة أجيوغرافيك إلى كتابة روحانية نسميها والمعرفة إذن علاقة الذات دائما مرتبطة بالإله أو بخالق الآخر اش يمكن نقولوا على هذه الخصوصيه السير الذاتيه في الزاويه ديال التهاني والزاني وشكرا شكرا السي خالد شكرا السي بومزوق حميد اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السيد الشاون اسئلتي بخصوص الروايات يمكن واخواتها اولا ما هي دواعي كتابتك واخواتها هل هي المقاومه الوحده والملل في المعتقل أما أنها لأنك كتبتها في المعتقل أما أنها جاءت لبعض حجر التعديل غير إنساني من طرف النظام أم هي نقد ذاتي في مرحلة معينة مثل المغرب السؤال الثاني يعتبر العنوان اعتبر النص التي تعين على فهمه ومن خلال قراءة الروايات كان وخوتها إني أتساءل مع الأستاذ الشاوي ما هي العلاقة بين هذا العنوان والنص الروائي خصوصا أنه يتبادر إلى أذهاننا أو الأمر حين نسمع كان وخوتها دروس النحو هل هي للتمويه أو له دلالة معينة وآخر سؤال يعني يعتبر الاعتقاد جيبة قاسية وصعبة ولكن في حالتكم أستاذ الشاوي هل يمكن أن نعتبر الاعتقاد تجربة إيجابية من ناحية لأنها جعلتنا نطلع على إبداع أدب مميز يصنف في خانة أدب السجون وشكرا شكرا عبد الرحمن بورنوار بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله له الحمد على ما علم من الدين وألهم من التبيان يعني لكي لا أطيل يعني قد قدم يعني حضرت تقديما ولكن سأتجاوز هذا سأنطلق من رواية الزاوية هي صورة
هي صورة صادقة لمدينة تطوان في مرحلة معينة، هذا حسب ما كتبه الكاتب. سأشارككم وأطرح عليكم مجموعة من الأسئلة. أولها، سأتجاوز سؤال التجنيس إلى سؤال المجالية، أي مجال يمكن أن ندرج ضمنه هذا النص، يعني أهو مجال التاريخ أو التصوف أو الأدب. سؤال آخر، إلى أي حد استطاعت الرواية النص التعبير عما أراده صاحبها؟ وأقصد هنا الزاوية. سؤال آخر، هل الرواية المغربية بصفة عامة بحث يحاول تقديم أجوبة لأسئلة ما؟ أم هو ركن الراحة والاستماع إلى الأحاسيس والأعماق، أعماق النفس بواسطة الكتابة؟ وهنا باعتباركم كتبتم مجموعة من النصوص الروائية. وآخر سؤال سأختم به، هل السلطة المبالغ فيها أثرت في توجيه مسار الإبداع والكتابة بالمغرب؟ وشكرا جزيلا. شكرا بالبسلام. شكرا على الفرصة، كنشكر الأستاذ على قبول الدعوة. كنهاوني الأدب المغربي على الخصوص، يتبادر إلى ذهني مجموعة من الأسئلة، لكن تمشيا مع السياق الذي أوردته في مجموعة من الأشفيات فيما يخص مثلا الكتابة، دوافع الكتابة لديك، هل هي يعني دوافع يعني ممارسة انتليجنسية، يعني تأخذ بعدا إثباتية للذات، يعني متمظهرة في أشكال الحضور المعنوي والثقافي في فترات من الفترات من تاريخ المغرب في جو من الأجواء، كذلك وأنت تمارس الكتابة، كيف كنت تنظر إلى تلك الممارسة؟ يعني تلك الممارسة ماذا كانت تشكل لديك؟ وماذا كانت تعني بالنسبة إليك؟ بصيغة أخرى، ثم هذا السؤال قد يكون تركيبيا مع السؤالين الأولين، يعني ما هي الوظيفة في نظرك أو تبع لقناعاتك التي تنهض بها أو ينهض بها فن السيرة الذاتية على الخصوص؟ هذا علما إذا يعني اعترفنا سابقا أن لا يمكن أن تنهض بتلك الوظيفة التوثيقية التاريخية، لأن لا يمكن أن نبحث عن مطابقتها في الواقع، لكن نفترض أنها تؤدي وظائف أخرى، لعل من أبرزها وظائف جمالية، اجتماعية، سياسية، نفسية. مثلا جاء في إشارة، أنا التقطت هذه الإشارة، لا أريد أن أقوم بإسقاط السيرة الذاتية، يعني كآلية من آليات الدفاع ضد كل أشكال النفي، الموت، القمع، مجموعة وتحقق صعيد التسامي، يعني مجموعة من الأشياء. وشكرا. شكرا. صافي سؤال تم طرحه. صافي شكرا. خالد الهلالي. كما تشرف بطرح ثلاث أسئلة حول الأستاذ الفاضل. أولا، قبل يومين تودع وسيم الأعرج بأكادير اليوم الواحد مختلف الناس. السؤال الأول، نجد في كتاباتك كثير من الأحيان سقطا على الذات وعلى الواقع، ويمكن اعتبار هذا تراجع وسقوط للقيم والمبادئ التي آمنت بها سلفا. السؤال الثاني، ماذا تقول على وجود مبدعين من خارج عالم الرواية إلى فعل الكتابة الروائية؟ هذا يضفي لمسة جديدة على الرواية أم ليس سوى هم اقتصادي وكم من الأغاني؟ السؤال الثالث، ما رأيك أستاذ وأنت كروائي بظاهرة الرواية الضخمة أو الرواية البدينة أو الرواية المتسلسلة أو الرواية المسلسل أو الرواية الثلاثية والرباعية والخماسية التي بدأت تظهر مؤخرا، خصوصا ونحن نعلم أن أغلب الروايات المشهورة ليست سوى روايات قصيرة. وشكرا. شكرا. توريا مخلص مخلصة. نعلم أن الصوفية، شكرا أستاذ الحضور. سؤالي، نعلم أن الصوفية يعيش التجربة ولا يكتب عنها، لأن الأساس عنده هو التجربة كما تعاش وليس كما تكتب، فهل يعتبر هذا الانزياح للوزان انحرافا نحو فهم المثقف الحديث؟ سؤال آخر، نلاحظ أن سؤال أن غياب جنيس كما تحدثتم عنه يفرض نفسه، فهل هو ذكاء من الكاتب؟ لا تقول لنا الزاوية اقرأني كما شئت أنت وجنسني كما تشاء؟
سؤال أيضا، نعلم أنه لا وجود لتخييل أدبي بمعزل عن المعرفة، هل نقول أن التخييل في الزاوية مغيب أم أن وجوده مقيد أو مقنن؟ آخر سؤال، ما هي الوصفة السحرية التي ظلت تشد أزرق في عالم أسود حتى النخاع؟ أطاح بالعديد من طينتكم في حين ظل عزمكم صامدا وشامخا. شكرا سيدي معجوب. نعم تفضل. شكرا لكم. أريد فقط أستاذ إذا أمكن أن تضيف لنا أكثر مطلقا من زمنكم هذه العلاقة في المغرب بين الثقافي والسياسي. شكرا. سيدي مصطفى. مصطفى نعم. السلام عليكم. شكرا للجميع. شكرا للاستاذ عبد الله الشاوي على استماعه. اجل هذوك ما عندهم كيديروا يخرجوا حتى انا جابوري تفضل. مرحبا بالاستاذ عبد الله الشاوي. شكرا للاخوان الاساتذه ديال المنتمين. قلنا كما قلت منصور قد استغني عن الميكرو لنصل على جوهر اكثر. اذا استعملت الميكرو قدر ان نقوم سنلتقي بالاستاذ عبد القادر الشاوي. عالم الازراق، عالم الوسائط، نحن في عالم التكنولوجيا والوسائط المتعدده. الزاويه قد نفترض انها كتبت تحت القنديل، وهناك كان واخواته كتبت في عتمه السجن، العريس الى اخره من الروايات في الستينات السبعينات وقبلها. الا يمكن القول بان الوسائط الإعلامية الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي، مزقت جلباب أو معطاف الإبداع المغربي وأفسدت ما يسميه فارق شهوة القراءة؟ لا يمكن نطرح هذا السؤال. السؤال الثاني عن الكتاب الجديد في الذاكرة، التأملات الفكرية، ما الجديد؟ ما الجديد بعد الكتابات؟ ربما آخر كتاب صدر في السنة هذه، ما الجديد في هذا الكتاب؟ شكرا. شكرا مصطفى. نعيمة. أولا خلال ما تقدم سلسلة مشرف الدكتور قادر الشامي، وفي علاقتي بالأدب المغربي، علاقتنا بالأدب المغربي لا معروفة تقريبا، إلا من خلال اللقاءات التي نقيمها الآن في إطار هذه اللقاءات الأدبية والمغربية. نتساءل معكم أستاذي عن كينونة هذه الأدب في ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بنفسها أولاً، ثم علاقتها بالآخر. ثم نتساءل أستاذ، من يكتب السيرة؟ لماذا لا يستطيع الكل كتابة سيرية؟ لماذا لا يستطيع كل الناس أن يكتب السيرة؟ ثم هل يحق لنا الآن أن نتحدث عن سيرة ذاتية في الكتابة المغربية؟ ألا يمكن كذلك أن نتحدث عن سيرة جماعية ما دام أننا نتحدث عن أفكار، عن فكر، عن تطور، ليس فقط عن حياة شخصية في حياتي. شكرا. كلمة للأستاذ عبد الكريم. سؤال عام جدا، أنا باعتباري من مواليد تطوان أريد أن أطرح سؤالا عاما أيضا للأستاذ الشاوي. معرفتي بالنصوص الشاوي هي معرفة منحصرة بالخصوص في الكتابات الصحفية الشاوي، وما أثارني دائما، ما أعجبني شخصيا، هو تدويت ما يمكن أن نسميه بتدويت الكتابة الصحفية. أتذكر مثلا المقالة المفصلة عن ثابت. أعتقد أن كانت سابقة في الصحافة الوطنية أن كاتب يخترق الفضاء العام، ليس للحديث عن قضايا إيديولوجية وإنما عن قضايا تنعت بالفيديفير. فالفي ديفير نلتقص من قيمته باعتباره أنه في ديفير، في حين أن الكاتب عندما يشتغل على هذا المتن فهو يعني يمنحه قيمة مضافة قوية. أنا سؤالي ذاتي جدا، أريد من الأستاذ الشاوي أن يتحدث لنا ولو باقتضاب عن علاقته بتطوان. لماذا؟ لأنني في ظني بعد مسيرة طويلة مع هذه المدينة أتراوح ما بين موقفين، هل هي مدينة تقليدية أم مدينة قد أسميها باحتراس كوسموبوليتية، عثمانية، إسبانية،
أندلسية الآن مخترقة من جميع الجهات، سبتة إضافة من ناحية التجارة والعلاقات إلى آخره. بالنسبة لكم أستاذ شاوي اليوم تطوان كنص يعني كمادة كمادة نصية ماشي تقييم تقييم هكذا، وإنما كيفاش كتشتغلوا عليها ك ماتيير تكست ولا كوم تكست ماتيير فينالما. هذا هو سؤال الدرجة الأولى، وأشكركم على الحضور لأنه أنا شخصيا عندي علاقة حميمية مع الكتابات وبالخصوص مع المشاركة ديالكم في واحد العدد الأنفاس فيما أعتقد باللغة العربية. هذاك من النصوص أنا بالنسبة لي شخصيا كانت مؤسسة لي، لأن كانت بداية الانعتاق ربما من الخطاب الإيديولوجي وكذلك من الخطاب العربي. كنا كنقراو بزاف العرب يعني دار طالعة، ولكن ذاك الكتابة بدات الدسامة الإيديولوجية وأمنطو الأدبية كانت بالنسبة لي شخصيا مؤسسة. وشكرا. شكرا. والآن كلمة للأستاذ آخر، يعني تفضل. سؤال أستاذي، على مستقبل الكتابة المطروحة أو كتابة إيديولوجية في زمن نوع السرديات الكبرى، أصبح مرحلة معينة كانت موجة اليسار آنذاك كانت تتفرض واحد النوع ديال الكتابة، كيف نتحدث الآن على كتابة المطروحة أو كتابة الإيديولوجية فيما يسمى بالإيديولوجيات أو السرديات الكبرى كما يسميها فرانسوا ليوطار؟ شكرا. يلا بك أختم، يلا تفضلي. سيدي رسول يمكن سيبر كيزة ذاكرة بمثابة خلاصة فكرية في التطور الثقافي الذي اكتسبتموه وكذا إبارة التحولات البارزة التي تميزت فيها أعمالكم، وشكرا. شكرا. أولا شكرا لكم جميعا الأعزاء وصديقاتي العزيزات، سوف تدركون بكل بساطة بأنني لا أستطيع الجواب عن جميع الأسئلة المثارة، وأن أسئلتكم بالنسبة إلي فيها الكثير من الأجوبة وجانب الاستفادة في هذا النوع من اللقاءات بالنسبة إلي مهم وأساسي بكل صراحة ولا نفاق فيه، هكذا أتصور وأعتقد مع نفسي، على الأقل لأنه يضيء لي إن لم يكن في هذه الحالة كما أكدت يضيف إلى معارفي أشياء كثيرة. كسؤال قيل منذ زمن بعيد، وأظن جارودي هو الذي طرحه يمكن أيام أن كان في الحزب الشيوعي ويعتبر فيلسوفا، قال أو ماركوز في بداية السبعينات قال وضع السؤال فيه نصف الجواب، وأنا شخصيا مقتنع بهذه القضية مهما كانت أحيانا طبيعة السؤال. ولن تطمعوا أو تنتظروا مني أجوبة شافية كافية ولا شاملة، لأنني كما قلت في كل مرة أجد نفسي على حافة مرحلة جديدة تصيبني فيها المعارف والعلاقات والاتصالات، يعني لنقول ثقافة جديدة ورؤية جديدة ومعاملة جديدة إلى آخره. وأبدأ من السؤال الذي طرح في لأنه تردد في غيره حول هل يمكن اعتبار، وكان يبدأ أن أبدأ بهذا السؤال أيضا، هل يمكن اعتبار كتاب الذاكرة خلاصة ثقافية؟ الجواب المباشر بالتأكيد لا، لسبب بسيط وأنا هنا في تمام صراحتي، لأنني لا أملك خلاصات أو خلاصة ثقافية لمساري العام الإنساني والأدبي والثقافي أو حتى السياسي إذا صح جزء التعبير، بل فيما كان قد تبين لي وظهر لي منذ البداية وأنا أفكر في كتابة هذا الكتاب أنه يمكن أن يتضمن إضاءات مختلفة لمساري وتحولاتي كاتب مغربي
ماشي بالضرورة نسخة لكتاب آخرين، ولكن كاتب من الكتاب المغاربة في زماننا هذا، لامس الواقع وعاش فيه وتفاعل معه وكتب حوله الواقع بالمعنى العام، يعني بما هو واقع سياسي واجتماعي وتناقضات وتحولات إلى آخره، فلامس هذا الواقع وتفاعل معه وكتب عنه كتابات حقيقة في نهاية الأمر كتابات مختلفة. عندما تأخذ موضوع النهضة الذي أشرت إليه في الكتاب، فستجد أنه أن اهتمام بالنهضة بمفهوم النهضة بشكل عام أولا كان له سياقه وأدليت فيه بدلوي، ولكنه كان موضوعا شائعا، كان موضوعا يأخذ باهتمام نخب وفئات اجتماعية مش بضرورة واسعة، ولكن فئات قد نسميها طليعية على صعيد المجتمع في فترة من الفترات. لنأخذ موضوع السلفية، وقد كتبت فيه منذ بداية السبعينيات ثم طورت هذا البحث لأنه كان ابتدائيا. موضوع السلفية ربما فيه تجليات أخرى مختلفة بطبيعة الحال، لم تكن ليست بالصورة ولا بالمعنى ولا بالسياق الذي طرحت فيه أو طرح فيه مفهوم السلفية في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، ولكن من تجليات هذا المفهوم أيضا وجود حركات سياسية وعقدية وفكرية ربما ما زالت أو تعيد إنتاج نفس التصورات بمعنى آخر وفي سياق آخر قد يكون أشمل من السياق السابق. هذا إذا سلمنا بأن المفهوم الذي أعطيته مثلا السلفية كان هو العودة إلى ماضي السلف الصالح كقاعدة نظرية ودينية وأخلاقية وسياسية لمعالجات أو تغلب على إشكالات التي يثيرها الحاضر، سمى العرب بطريقة أخرى الماضي المستقبل. إذا احتكمنا إلى هذا المفهوم وهو الذي بلورته وناقشته من فهناك حركات سياسية وفكرية تعيش معنا ونعيش معها على نفس الإيقاع، إذا جاز لي أن أقول على نفس التصور بمعنى آخر. طبعا دائما خصنا نأخذ بعين الاعتبار متجددات السياق والتطورات الموضوعية التي تفعل فيه وهكذا دواليك. فهي الكتاب يشتمل على موضوع أنا أجد نفسي على اتفاق مع صديقي وأخي العزيز بن منصور أنه ليست سيرة دينية وليست سيرة ذاتية وليس خلاصة ثقافية لمصالح حياة، بل هو كتاب أتخوف من تسميته بالكشكول يعني للصيغة السيدية المرتبطة أحياناً بالكشكول، أن الواحد يمكن كعمر، ولكنني طرحت فيه وسأكون مضطرا للبحث عن صيغة يعني قد تشفي غليلي في السيطرة عليه من حيث التعريف. طرحت فيه مجموعة من القضايا التي اشتغلت عليها وشغلتني وربما شغلت غيري في سياق تخافي تجاوز 3 عقود من الزمن، وكانت هي وكان هذا السياق هو السياق لنقل الفعلي الذي عشنا عليه في مغرب ذلك الوقت. والجانب الأساسي هذا هو الذي حاولت أن أبينه ربما بطريقة استدراكية في الكتاب، هو أنه تداعيات ذلك السياق أو تلك السياقات أو ذلك السياق ما زالت مستمرة.